من الأدب العالمي نقدم قصة مدينتين. قصة مدينتين أعدها للمسرح عن قصة تشارلز ديكنز التي تحمل نفس الاسم توم تايلور، وترجمها إسماعيل رسلان، ويخرجها نبيل الألفي. يتألف الإعداد لقصة مدينتين من مقدمة وفصلين. تجري أحداث المقدمة عام 1763 في غرفة فسيحة متهدمة في منزل قديم خارج باريس. توحي الغرفة بأنها للاستعمال المؤقت. في الوسط سرير قديم كبير عليه ملاءات غير منظمة، وحوله أستار قديمة، باب من اليسار وآخر من اليمين، وبجوار الباب الأيمن باب ثالث سري مغطى بأستار قديمة ممزقة. أثاث الحجرة قديم، الإضاءة تستعمل فيها الشموع، وضوء القمر يسقط على السرير من الجهة اليسرى، وذلك من شباك مرتفع. الجو يوحي بالجريمة. كوليت ديبوي نائمة في السرير وهي مسلوبة الشعور تماما. الشوفاليه بجانبها يراقبها باهتمام. وأخيرا هدأت هذه العنيدة. الحمد لله لم تمت رغم كل ما أصابها. يا إلهي، ألا يحضر أخي المركيز؟ لقد ضاق صدري بهذه المراقبة. يا لك من فتاة عنيدة، أني لا أستطيع أن أتحمل تلك الفضيحة الكبرى التي تلحقني إذا عرف في فرساي أني رفعت سيفي على فلاح حقير مثل أخيك. آه، لو عرفت هذه المأساة خارج فرساي أيضا، لا شك أن خطيبتي مدموزيل دي دارني الجميلة ستودع زواجنا وداعا حارا إلى غير رجعة. أما أنا فسأودع 2,200,000 من الفرنكات. يا إلهي، لمن لم يحضر أخي؟ لقد ضقت ذرعا بهذه الحراسة. 2,000,000 تضيع من أجل هذه الكومة من اللحم القذر. هل ماتت؟ ها قد حضرت. كلا، لم تمت، إنها في غيبوبة فقط. كنت آمل أن تنقذنا من مهام أبعد مدى مما نحن فيه. دعك من هذا الآن، هل أحضرت الطبيب؟ نعم، إنه ينتظر في الطابق الأول. يا له من طبيب غريب، لقد استجوبني طويلا وكأنه قاض في محكمة التفتيش. ولماذا؟ كان يريد أن يتأكد من أنه مطلوب لشخصية لها مركزها. وهل أحضرته معصوب العينين؟ يا عزيز الشيفاليه، إني لا أهمل مثل هذا الاحتياط، فأنا لا أجهل ما عليه هؤلاء الفلاحين الرعاع من سوء الأدب، وأنا كعادتي حريص على أن تظل أسماؤنا نحن النبلاء في مأمن من ألسنة هؤلاء الأوغاد. ها هو ذا يا سيدي. ارفعوا العصابة عن عيني، انصرفوا. أيها السادة، ماذا صنعتم بي؟ إني أحتج عليكما أشد الاحتجاج. إن هذا التهديد والإرهاب لا يصح أن يحدث من أمثالكما. ثم ما معنى هذه السرية الشديدة التي تفرضونها على هذه المريضة؟ يا سيدي، ليس هذا أوانه لك أن تحتج، ولكن عليك أن تفحص المريضة أولا. هيا أسرع، ها هي ذي في سريرها. يا لها من شابة جميلة. ها؟ ما هذا؟ ممزقة الملابس، موثوقة اليدين؟ كان علينا أن نفعل ذلك يا سيدي لنمنعها من أن تؤذي نفسها. تؤذي نفسها أو يؤذيها غيرها، ولكنكم على ما يظهر يا سيدي قد استعملتم العنف والشدة. بالله يا سيدي، هل وفرت علينا فضولك وسمحت لنا في أن نختبر ذكاءك في علاج هذه الحالة؟ إنها مصابة بحمى شديدة في المخ،
وهذا الإغماء نتيجة إنهاك شديد ومقاومة عنيفة، ويحتمل يا سيدي أن تعود إليها النوبة التي أصابتها مرة أخرى. لذلك أرى من الأفضل أن أرفع كل هذه الأغطية وأن أعفيها من هذه القيود. انظروا أيها السادة نتيجة أعمالكم. ماذا تعني يا سيدي؟ أعني أن هذه الطريقة التي سحبت بها قصرا إلى هذا المكان، وهذا التهديد الهمجي الذي استعمل معي، جعلني طبيبا لا فائدة منه، إذ نسيت حقيبة أدوات الطبية ولا أستطيع أن أقوم بواجبي كما تفرضه علي مهنتي. وحتى لو استطعت ذلك فرضا، فإن الحصول على الدواء في مثل هذه الجهة النائية أمر صعب المنال. هون عليك، فهذا ميسور. انظر في هذه الخزانة تجد ما يرضيك ويسهل مهنتك. أتشك في أدويتنا يا دكتور؟ ولما لا؟ على كل حال ربما أستطيع أن أجعل منها شيئا نافعا. صحن صحن اسكتها، إنها تفيق. زوجي حبيبي أبي أمي أخي، واحد اثنان ثلاثة، دائما هذه الخطرفة، أربعة، الطاعون لك ولأمثالك يا ربيبة الخنازير. خفف من حقدك يا سيدي، فهي أولى بالحقد عليك منك بالحقد عليها. هل ظلت كذلك منذ فترة طويلة؟ إنها كذلك منذ الليلة الماضية. يظهر أن لها زوجا وأبا وأخا. نعم. ويظهر أن لها صلة بالعدد أربعة. نعم، لها صلة بالساعة الرابعة. هل حالتها خطيرة يا دكتور؟ أخطر مما تتصور يا صاحب السمو، وهذا الهدوء الذي تشهده الآن ما هو إلا نتيجة المخدر الذي أسعفتها به، ومن الجائز جدا أن تعاودها النوبة إذا ما زال أثر التخدير. ولكن خبراني إذا لم يكن في سؤالي ما يضايقكما، أليست لسموكما صلة بما تقاسيه هذه السيدة؟ كلا، لا شيء إلا رحمة بها ودفعا للسوء عنها. فنحن معشر النبلاء أقدر بأن نضرب للناس الأمثلة الواضحة على التراحم والبر بالفقراء. ولذلك نرى الناس جميعا في فرنسا يتحدثون عنكم فيذكرون بركم وفضلكم. ورحمة بها يا سيدي مزقتم ثيابها وقطعتم أوصالها وقيدتم أعضاءها. يا لها ولأمثالها السعداء بكم حقا. أتسخر مني؟ ما هذا أيها الرجل؟ معذرة أيها السادة، لقد زل لساني وحسبت بركما يلحقني أنا أيضا. معذرة وأرجو أن تغفروا لي هذه الزلة كما غفرتما لهذه البائسة. ثم لي رجاء وأملي أن يلقى منكم القبول. ماذا؟ ربما يكون في وجودكما إزعاج لهذه المسكينة، وربما عاودتها النوبة إذا بقي ظلكما جاثما في هذه الحجرة. فهل لا تفضلتما وسمحتما لي بالانفراد بمريضتي؟ لك ما تريد، ولكن بشرط أن تكون على علم بأنه غير مسموح لك أن تذكر شيئا عما رأيت، ولا أن تعيد لفظا مما سمعت. ثق يا سيدي أن الطبيب ليس في حاجة إلى من يملي عليه واجبه. عليكم اللعنة، كم يقاسي هذا الشعب منكما ومن أمثالكما، يعرف الرحمة ويتحدث عن التراحم. لو عرف هؤلاء البر لدفنوا أنفسهم خجلا مما يفعلون. هذا المنديل وهذه الأصابة سأحتفظ بهما كقرينة ضد إثمهما، سأحتفظ بهما كدليل على فجورهما. أيها الشقيان، بل أيها الأشقياء، أنتم جميعا معشر النبلاء، أما لظلمكم من نهاية؟ أجل، نحن في بداية النهاية. يا إلهي، إنها تفيق، إنها تفيق. أبي، أخي، زوجي، أين أنتم؟ أين ذهبتم؟ سأذهب إليهم، لن أفقدهم. سيدي، أين جوليس؟ إنه ضعيف لا يقوى عليهم. أنقذوا يا سيدي. الدم، أين ذهبوا؟ هدئي من روعك يا صغيرتي، اهدئي قليلا.
لا تخافي، فأنا صديق. هدئي من روعك، خذي هذا اشربي، إنه منعش. شفتاي تحترقان، لا أقوى على النهوض. شكرا لك يا سيدي، شكرا لك، ولكن بي شوق إلى الحياة لأنقذ هؤلاء المساكين، ساعدني يا سيدي. أين أنا؟ أين أخي؟ أين جلس المسكين؟ يا إلهي، إن رأسي تتحطم. أين هؤلاء السفلة الأوغاد؟ أين المركيز وذلك السفاح شوفاليه؟ إن الدم الأحمر قد غطى أديم الأرض، لا زلت أراه، ولكني لا أرى أخي، أبي، زوجي. لقد ماتوا جميعا، قتلوهم هؤلاء السفاكين وتركوني وحيدة، تركوا كل المسكينة تقاسي ظلم الأغنياء ودناءة النبلاء. يا لك من بائسة حقا، أيتها المسكينة المغلوبة على أمرك، لن يفيدك الآن هذا النحيب، ولو أن حالك يوجب الأسى حقا، إلا أني أرجوك ألا تستسلمي لهذا البكاء، لأنك في أمس الحاجة إلى الراحة والهدوء. ومن أنت يا سيدي؟ صديق. صديق حقا؟ ما نعتي يا إلهي. لا زيطان الشفاليه، ما بعد، انتظر لا تتحكل. إذن فأنا في دارهما، تبا لهؤلاء، حقا إنهم كالذئاب، ولكن ثقي بي أيتها الفتاة، واعتبري أنك في حضرة أخ أو صديق، وخبريني عما أصابك من هؤلاء. يا سيدي، قسم علينا أن نعمل لهؤلاء في مزارعهم دون أجر أو منفعة، شأننا في ذلك شأن أولئك الفلاحين الذين يعملون في ضياع العظماء والنبلاء. كنا نعمل طول النهار، لا تلحقنا ساعة راحة ولا تصيبنا يد شفقة، بل تلاحقنا دائما صياط السائقين وصيحات الحاكمين. نزرع لهم أرضهم ونروي أديمها بعرقنا لتنبت لهم قمحا تقتات به طيور صيدهم. ويا ويل من يشكو أو يتبرم، فإنه يكون قد حفر قبره قبل أن ينطلق لسانه. الويل لهم، اللهم اكشف البلاء عن عبادك. وليتهم قد تركونا بعد ذلك ننام على الطوى لنهيئ أبداننا ليوم آخر أشد مرارة من سابقه، ولكنهم أرغمونا على أن نعمل ليلا لندفع لهم الإتاوات. وهكذا كانت حياتنا يا سيدي تسير من سيء إلى أسوأ، ومن سواد إلى أسود، ونحن صابرون ندرع إلى الله القوي الرحيم أن يزيل الغمة ويكشف عنا السوء. ثم حدث بعد ذلك ما لم يكن في الحسبان، تلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى التي هدت كياننا وهدمت أركاننا. مصيبة عظمى؟ أتوجد كارثة أشد قسوة عليكم مما أنتم فيه من بؤس وشقاء؟ هاجل يا سيدي، فقد تضرع أبي إلي وإلى أختي تريزا ألا نتزوج. أهذه هي الكارثة الكبرى؟ كلا يا سيدي، كلا، ما لهذا قصدت، ولكنه تضرع إلينا ألا نتزوج حتى لا ننجب أولادة تسام هذا العذاب فتحيا حياة الهوان التي نحياها. أراد ألا تكون لنا ذرية فتنكب بهؤلاء النبلاء كما نكبنا نحن بهم. لقد كان أبوك على حق يا سيدتي، ففناء الجنس البشري أهون على النفس من حياة الذل والعبودية. إلا أنه ظهر في أفق حياتي عامل جديد، هو جوليس الحبيب، ذلك الشاب الشجاع الذي وهب لي نفسه، فما استطعت أن أرد حبه ورضيت به زوجا. ثم ماذا بعد ذلك؟ وفي يوم النحس ما طلعت له شمس، رأني الشوفاليه ذلك اللعين، فأمر المونسينيير
أن يرسلني إلى قصره. نذل خسيس. ولكن جوليس ثار ثورة رجل حر وغضب غضبة كبرى واعترض سبيلهم ومنعني من الذهاب. ومن هنا يا سيدي تبدأ المأساة. لقد أسرجوا زوجي الحبيب إلى عربة يجرها طول النهار وأكثر الليل، تاركينه من غير طعام أو شراب حتى أصابته حمى شديدة، فصار يتعثر في طريقه، لا يرق لهم قلب ولا يؤنبهم ضمير، وكان إذا أبطأ أو تمهل يلهبون جسمه بالسياط تعذيبا له وتنكيلا على مرأى ومسمع مني، وقلبي يذوب ألما وكمدا، حتى إذا ما تعبوا من كثرة الركوب خلوا سبيله ليطعم نفسه ويعود إليه. فما أن رآني المسكين حتى ارتمى على صدري وعيناه تفيضان بالدموع وجسمه غارق في مزيج من الدم والعرق، وزفر زفرات أربع وأسلم الروح إلى بارئها، والملائكة من حوله تلعن هؤلاء الكفرة الفجرة. يا للسماء، أيحدث هذا ممن ينتسبون للبشر؟ وأكثر من هذا وأمر، لقد أرادوا أن يحملوني بالقوة إلى هنا، ولكن أخي الصغير لم يعدم شجاعته فجرد سيفه، رغم أنه عبد قروي ومحظور عليه ذلك، وقاتلهم بكل بسالة وأقدام. ولكنه مسكين، ماذا يعمل أمام هؤلاء الذئاب؟ لقد انقضوا عليه وأشبعوه ضربا بالسيوف حتى لم يتركوا فيه قطعة من لحم، وتركوا دمه الغالي يخضب الأرض، وأنا أبكي زوجي وأخي في ساعة واحدة. لقد كنت أرجو يا سيدي أن يكرمني ربي بأن ألقاه قبلهما فيعفيني من هذا العذاب الذي يملأ كل قطعة في جسمي. ثم أنت يا سيدي، لقد أردت خيري ولكنك كنت عاملا من عوامل تعذيبي. أنا يا سيدتي، معاذ الله. أجل يا سيدي، لأن دواءك قد دفع عني الموت الذي أتمناه، فعدت إلي حياة بغيضة إلى نفسي وعذابا مقيما لا يرحم. لا تعبسي هكذا للحياة. الحياة لا أريدها، أريد أن ألحق بأخي وزوجي، أريد أن ألحق بهما، أريد الموت من أجلهما، الموت، الموت. يا لك من بائسة، ما تمنى طبيب لمريضة موتا مثل ما أتمناه لك. اللهم رحمتك لهؤلاء. شكرا لك يا سيد الطبيب، وأظن أن مريضتك لم تعاونك على نجاح مهمتك. أفهم أنكما كنتما تتجسسان. لا يتجسس الرجل في بيته، ليس هذا من شأنك على أي حال. المهم استمع إليه، لقد سمعت أسماء هنا، وأرجو أن تنسى هذه الأسماء بمجرد أن تترك هذا البيت. أفاهم أنت ما أقول؟ هذه أوامر يا سيدي، فما الداعي لأن تقرنها بالرجاء؟ إنما الذي يرجو هو أنا، وأنا أرجوك يا سيدي أن تعلم جيدا أن واجب الأمراء والنبلاء ألا يأمنوا جانب الطاعة فينا. ماذا تقول يا رجل؟ لا ترفع صوتك، إن هذه البائسة المسكينة أولى بالرعاية والعناية منك. أيها المركيز الشقي، وأنت أيها الشفليه اللعين، تذكر أن لهؤلاء البؤساء ربا يقتص لهم، وأن الذي وهبكم السلطان قادر على أن يذلكم لعبيدكم، وأن بعد الليل نهار. تذكر أنك قوضت أركان عائلة بأسرها، وأنها ستحتكم إلى الله أحكم الحاكمين، وستلقى على يديه رادع العقاب. تذكر كل هذا، ولكن ما هو أحق بالذكرى منك؟ أن من يستهين بقوة الشعب سيأتي اليوم الذي يهان فيه بقوة الشعب. لقد ماتت، ماتت في ذمة الله.
مسكينة هذه القراوية، شأنها شأن القراويين جميعا، ضعاف في كل شيء، حتى الموت لا قدرة لهم على لقائه. كلا يا سيدي، لقد أخطأت فهم الحال. إن في ضعف هؤلاء قوة دفينة سيظهر أثرها يوم يكشر الشر عن أنيابه، وحينئذ ترون هذا الضعف قوة هائلة تلتهم ما عداها من القوى، فلا تبقي ولا تذر. لقد دقت ذرعا بهذا الأحمق، دعني أعلمه درسا لا ينساه. أوه يا أخي، تمالك نفسك. معذرة يا سيدي الدكتور، فإن الصعوبات الكثيرة التي يلقاها أخي من هؤلاء العبيد والمضايقات التي لا تنقطع من سوء أخلاقهم تجعله دائما ضيق النفس، ومن واجبك ألا تغضب منه، فإن موت هذه المسكينة قد أثار في نفسه الحقد عليك، وقد كان شديد الإيمان بنجاحك في مهمتك، فأنت تعلم أننا معشر النبلاء أشد الناس حرصا على سلامة هؤلاء الفقراء، وأنا طبعا جد عليم بمقدرتك وكفايتك، وأنك تتمتع بسمعة حميدة في هذه البلاد، ولكن سوء حظ هذه المسكينة هو الذي خذلك معنا. وعلى كل حال لا طائل الآن من الكلام في هذا الموضوع، المهم أنك قد رأيت أمورا تجري في هذا القصر، وأنت كرجل متعلم فاضل تزن كل أمر بميزانه الصحيح، ترى معي أن هذه الأمور ليست مما يصح ذكرها بين هؤلاء الفلاحين الأجلاف. لذلك أرجو أن تعدني وعد رجل شريف، ألا تذكر شيئا عما رأيت أو سمعت في داخل هذا القصر؟ أظنك تفهم جيدا ما أقصده. ألا تشرفني بقليل من انتباهك يا سيدي الدكتور؟ يا سيدي الماركيز، ثق أن قواعد مهنتي تقضي بأن تكون معلوماتي سرا لا يصح الإفضاء به. جميل، جميل جدا، هذه قواعد معقولة وأصول حازمة. شكرا لك. ولكن هناك ما يجعلني أشذ عن هذه القاعدة وتلك الأصول، وذلك إذا كان في الأمر جريمة. إن حق القانون أقوى وألزم من حق المهنة. أيها الصعلوك، أتكسر على تهديد نبلائك؟ يا أخي شيفاليه، أنت متسرع جدا، لا يصح مثل هذا الكلام للرجل فاضل. لا تغضب يا صديق الدكتور، أعتذر لك ثانية، إن أخي دائما ضيق الصدر. وعلى كل، فأنا أقرك أن هذا سر خطير، وأن من الأسرار الخطيرة ما يستحق ثمنا غاليا ليحتفظ به الإنسان في صدره. أنا أعرف ذلك ولا أغفله، وأبادر فأقدم لك هذا الثمن، أرجو أن يرضيك هذا العرض. ها؟ ترفض؟ هذا أمر عجيب، إنه مبلغ ليس بالقليل، ومن حقك أن تأخذه، فلقد كنت بعمل، ومن حق كل إنسان أن يؤجر على ما يعمل. من حق كل إنسان أن يؤجر على ما يعمل، هذا جميل منك يا سيدي، فهل أنت دائما تعمل بهذه الحكمة الغالية؟ وعلى أي حال لست راغبا في قبول عرضك هذا في هذه المرة، وأرجو أن تعفيني من البقاء إذ لا حاجة لكما بالآن، هل تسمحان؟ ها؟ على الأقل ألا تشاركنا الشراب قبل رحيلك؟ شكرا. ولا هذا أيضا؟ إذن فهل تسمح أن آمر بإعداد المركبة لك؟ سيدي، ضعوا الإصابة برفق على عيني السيد. مرة أخرى أحتج على هذا العمل، وأنا لا أقبل منك هذا الاحتجاج. ضعوا الإصابة على عيني. أقول أنت يا أخي، كيف تتركه يخرج هكذا؟ إن هذا السفيه سيذيع أمرنا ويفشي سرنا. يا لك من مسكين يا أخي، إذا كنا لا نرهب النار والحديد، أنخشى موت عبد فقير أو حقير من العبيد؟ أستودعك الله يا دكتور، وإلى اللقاء. أسأل الله لك سفرا مريحا لتسعد بلقاء زوجك الشابة الجميلة.
تذكرا أيها السيدان أني أترك داركما ولست مرتبطا بوعد قطعته على نفسي. لا شك يا سيدي لا شك، وإنا نثق تماما في قوة بصيرتك. أيها الخادم، إليك أمر اعتقاله، خذوه إلى سجن البستي. وتجري أحداث الفصل الأول بعد المقدمة التي استمعنا إليها بعشرين عاما، عام 1783، وتتألف صياغة هذا الفصل الأول من ثلاثة مناظر. المنظر الأول في حجرة فخمة فاخرة الأثاث في قصر الماركيز دو سانت فريموند في باريس، بابان عن اليمين واليسار مدفأة في الوسط. الماركيز يبدو مرتديا روب دي شامبر أمام مائدة الزينة، ثلاثة خدم يحملون له شراب الكاكاو ويقدمونه له، برساد يقدم له بعض الأوراق ويفحصها. وهذه يا سيدي الماركيز من البارون دوبرتي. وزير الداخلية، لعلها إجابة على رسالتي التي طلبت فيها السماح لي بإيداع ابن أخي سجن الباستي. إن هذا الشقي يريد بآرائه المتطرفة أن يلبس العائلة ثوب العار. اقرأ. سيدي دو سانت فريموند، بناء على ما أصدره صاحب الجلالة الملك من أوامر عالية تنم عن سخط شديد، فإني أرى نفسي مضطرا أن أرفض ما سبق أن طلبتموه، خاصا بالقبض على ابن أخيك. يرفض طلبي؟ تبا له، ثم ماذا أتمم؟ يؤسفني يا صاحب السعادة أن أشير بأنه ثبت لدى جلالة الملك أن هناك قضية كان ضحيتها الدكتور مانيت، أسأتم فيها استعمال حقكم الملكي مما سبب سجن الدكتور المذكور 20 عاما دون حق مشروع، الأمر الذي دعانا إلى إطلاق سراحه فورا. يطلقون سراحه؟ شيء جميل، يريدون أن ينساب بين الناس كالأفعى فيثير علينا جماهير الناس. يا لهم من أغبياء. ثم ماذا بعد ذلك؟ ويأمر جلالته أن تنتقلوا إلى الريف فورا حتى لا يتنبه الناس إلى ما سبق أن اقترفتموه من مخالفات، مع قبول احترامنا. الإمضاء دبرتي وزير الداخلية. يرفضون رجائي ويلقون علي درسا فيما يكون وما لا يكون، ويطلبون إلي أن أنفي نفسي بعيدا عن باريس كلها. ولا يكفيهم كل هذا، بل يتركون ذلك الدكتور لينهش عرضي ويلوث سمعتي وسمعة أسرتي التي تدين لها باريس بالطاعة والخنوع. المهم يا برساد أن تطوي سر هذا الدكتور في الخفاء بأي طريقة وبأي ثمن، لابد أن يكتم أمره عن الجميع. وهذا ما كنت أفكر فيه يا مولاي، فلقد توقعت الفضيحة منذ علمت خبر الإفراج عنه، فلا بد من حيلة. وعلى كل حال فهو يقيم الآن عند خادمه القديم دوفارج. أجل، لا بد من وسيلة تبعده عن باريس كلها. وأين يقيم ديفارج هذا؟ في شارع سانت أنطوان، إنه يدير هناك حانة باسمه. سيدي، أحضر العربة، سأزوره بنفسي. لا بد أن تظل إرادتنا نافذة وكلمتنا هي المسموعة. أما عن ابن أخيك يا مولاي، فمبلغ علمي أنه قد وصل أمس من إنجلترا. أحمد الله على أخطائك يا سيد برساد، فلقد أضاعت منا كل شيء. أوه يا سيدي الماركيز، لقد حبكت أطراف الدعوة وأقمت الدليل على صحتها في كل ناحية، ولم يكن هناك شك أنه يدبر مؤامرات دنيئة في عواصم الدول الكبرى، وكانت أدلتي عليه قاطعة مانعة لا تترك مجالا للشك. وبأدلتك القاطعة المانعة
خسرنا الدعوة خسارة أثارت استهزاء العامة بنا. يا سيدي، لولا هذا المحامي كارتون الذي يشبه ابن أخيك إلى حد بعيد لصارت دعوانا في طريق النجاح. كارتون هذا الكلب القذر. أجل يا سيدي، إنه لكلب قذر، مع أنه شبيه صادق لابن أخيك. تصور يا سيدي، أزال شعره المستعار أمام هيئة المحكمة وطلب من الشهود أن يجزموا بأن ابن أخيك لا يزال في السجن، فتلعثموا جميعا ولم يستطع واحد منهم أن يجزم بذلك. على كل حال، لن أسمح لهذا الأخرق أن يبدد أموالنا نظير جنيهات إنجليزية لا قيمة لها. لقد ورثنا أرضنا منذ الحروب الصليبية، ولن يطأها قدم غريب مهما كانت الظروف. ولا شك عندي أن زيارته الأخيرة لبلاد الإنجليز ستولد في نفسه الكراهية لهذا الشعب البغيض. أخشى ألا يتحقق أملك يا سيدي. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بقلبه. أتعني أنه أحب هناك؟ لا شد ما يسعدني أنه إنسان وله قلب. ومن تكون هذه؟ إنها شابة جميلة فاتنة من أصل فرنسي، ولكنها يتيمة مفلسة، وسمعت أن اسمها لوسي مانيت. إيه؟ لوسي مانيت؟ لعلها ابنة ذلك الخنزير الدكتور مانيت؟ فلقد سمعت أنه قد ترك طفلة قبل دخوله السجن. هي بعينها يا مولاي. مصيبة أخرى. لا شك أن ابن أخي سيكون أشد المتعصبين لتلك الفلسفة الجديدة، فلسفة الإيمان بالشعب، ولا شك أنه سيصب جام غضبه فوق رؤوسنا. مولاي، السيد تشارلز دارني. دارني؟ لقد نسيت، دعه يدخل. إنه الاسم الجديد الذي اختاره ابن أخي لنفسه حين كره اسم آبائه وأجداده. يا له من شقي، يفضل اسم دارني على اسم أفريمون. أرى أن تنفرد يا مولاي بابن أخيك بالانصراف. إذا شئت. مرحبا بك في باريس تشارلز. شكرا يا عمي. هل أنت قادم من لندن مباشرة؟ أجل يا عمي، لقد جئت في إثر شخصية عزيزة علي، وتحملت من أجل هذه الشخصية أهوال وأهوال، ولا أظنك يا عمي إلا عالما بها. يا عزيز تشارلز، إن كلامك نوع من الأحاج التي لا أفهمها. مهما يكن من أمر، فلقد صرحت لي يا عمي من قبل أن وسائلك الخاصة ودبلوماسياتك الفائقة لا تقف عند حد، وأنها تخترق الحجب وتهتك الأسطار. لقد كان ذلك منذ عهد بعيد. ولكني لا أنسى لك قولا، فكلامك دائما مادة يتعمق الإنسان في قرارها ليدرك سر مكنونها. أشكرك على هذه الثقة، وأرجو أن تكون هنا سعيدا. وأنا أرجو لك مثل هذه السعادة، وأن تكون العلاقات بينك وبين وزير الداخلية أحسن بكثير مما هي الآن. وكيف عرفت أن بيننا ما يكدر صفو العلاقات؟ لا شك يا عمي في ذلك، فما دمت أنا خارج الباستي فمعنى ذلك أن العلاقات بينكما ليست على ما يرام. ليس من حظك يا بني أن تكون العلاقات بيننا سيئة، فلربما كان في تحسنها ما يقوم خلقك ويصلح حالك. ولا تنسى أن حقنا الملكي في القبض والسجن لم نحصل عليه دون مقابل، بل بذلنا من أجله أموالا طائلة، فلا يعقل أن نفرط فيه بهذه السهولة. ثم هناك أمر أجل وأخطر، وهو أن فرنسا سيقضى عليها وتصبح لقمة سائغة لهؤلاء الرعاع ما لم يكن لنا هذا السلطان. ثم هذه الألقاب السامية التي تهبط قيمتها يوما بعد يوم حتى لم تعد لها قيمة، ألسنا نحن حماتها من التدهور والسقوط؟ لقد حافظتم على ألقاب كثيرة في الماضي، وفي الحاضر كلما زاد حرصكم على قيمة هذه الألقاب زاد سخط الشعب وحقده عليكم. وما قيمة هذه الألقاب إذا كانت لا تروق في أعين الناس؟ وما هذه الألقاب التي تدر عليكم السخط والكراهية؟ أرجو يا بني أن يكون قولك قد أصاب الحقيقة، فإنه ليس أحب إلى نفسي من أن أعلم أني موضع كراهية هذا الشعب. لعمري إنه لدليل السمو والرفعة، إذ أن آية العظمة هو السخط والكراهية،
وليس أكرم إلى نفسي من أن أعلم أن هؤلاء الصعاليك يكرهونني، وإلا لما طابت نفسي بتفاوت الطبقات. فكيف ترضى أن تكون من سلالة إفريموند وتنزل إلى مصاف الشعب ليحترموك؟ يا سيدي، إني لا أهنأ بلقب لم أمنح إياه على أساس من المحبة والاحترام. هذه الأملاك الشاسعة وهذه الضياع الواسعة التي بذرتموها خضوعا وخنوعا ورويتموها ظلما وعسفا وتعذيبا، لا يمكن إلا أن تنبت حقدا وبغضا وكراهية. فتصور يا سيدي كيف تجنون هذه الثمار وتتلذذون بها، وتدعون بعد ذلك أنكم كرام الناس وأنكم بلغتم الذروة في الرفعة والسمو. أي رفعة هذه ما دام الناس جميعا يرون أنكم في الحضيض؟ هذا هراء الشباب يا صغيري، وأرجو ألا تكون متماديا في غيك، مصرا على تنازلك عن ألقابك تلك التي ورثتها عن أمجد الآباء وأعظم الأجداد. إنها ألقاب في قفار من البؤس والشقاء، فعدمها أنبل وأشرف من بقائها. ولكنك نسيت أن تنازلك عن ألقابك ربما يكون سببا في حرمانك من أملاكك. مرحبا يا سيدي بهذا الحرمان، فإنه لشرف عظيم أن أحرم من أوزار وأدران طالما كانت عارا ومسبة ومثار اشمئزاز الناس مني. والحياة أيها الصغير كيف تصمد فيها وأنت صفر اليدين؟ بالجد والعمل. وثق يا سيدي أنه سيأتي اليوم الذي لا تجدون فيه مفرا من أن تعملوا، لن تدوم الحال لكم على هذا المنوال. تذكر ذلك يا مولاي وتدبر. إذن أرجو أن تجعل حقل تجاربك في إنجلترا حتى لا تلوث شرف العائلة هنا. إن شرف العائلة في مأمن هنا وهناك يا سيدي، فقد تنازلت عن ألقابي وأصبحت ولا صلة لي بعائلة إفريموند. ما دمت مصرا فلا داعي للاستمرار في الحديث، وأرجو أن تجعل من داري مقاما لك مدة وجودك في باريس. ومسألة أخرى، لقد فهمت هذا الصباح أن وكيلك الإنجليزي هنا في باريس، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي، مستر لوري هو الكاتب الموثوق به في بنك تيلسون، لقد كان معي عندما دعوتني. إذن أعتذر لتعطيلك، الدار دارك على أي حال. سيدي، ساعدني في الانتهاء من ارتداء ملابسي. أرجو أن ينتهي حديثك مع مستر لوري على خير وجه. العروة بريتون. في الحال يا سيدي. إلى اللقاء يا ابن أخي، وأرجو أن تعيد النظر في الأمر ولا تتعجل فيما تنتويه، وكن رحيما بي في الحقبة الباقية من حياتي. العربة معدة يا سيدي. أخبر السائق بريتون أن يريد الذهاب إلى شارع سانت أنطوان. أيها الفاجر، لقد بدأت أستنشق هواء طيبا، لقد زكم أنفي ريح حديثك القذر. إن مجرد تفكيري أن أبي كان على شاكلة هذا الرجل يجعلني أحتقر الظروف التي وجدت فيها إنسانا ينتسب إلى هذا الأصل الخبيث. ولكن عزائي أني أسعى جاهدا للتكفير عن هذا الوزر بأن ألقي بهذه الألقاب في قاع المحيط وأحيا حياة الشرفاء، أولئك الذين يعملون بسواعدهم وعرقهم ليعيشوا عظماء بأنفسهم لا بأجدادهم وأنسابهم. وأرجو أن ترضى لوسي عن خطتي هذه لتكمل سعادتي ويتم هنائي. صاحب هذه البطاقة في انتظار الأمر يا مولاي. كلا، لست مولا لأحد، اسمي دارني، دارني فقط. أرني البطاقة. إنه سيدني كارتون، دعه يدخل. يا له من سيد غريب الأطوار كارتون هذا، ولكني مدين له ببراءتي على كل حال، وهو دين لا يستطاع قضاؤه. مستر كارتون، إني جد سعيد بلقائك هنا في باريس. لقد ظننت أن العمل سيؤخرك، ولكن من حسن حظي أن ألقاك هنا هكذا سريعا. العمل؟ أي عمل؟ إني رجل عاطل، ليس عندي عمل يا سيدي.
إنه أمر يثير الشفقة حقا يا مستر كارتون. أوه صحيح، ما كنت أحسب ذلك. على أي حال وحتى لو كان عندي عمل لما قمت به، إني رجل كسلان، كسلان حقا. إنه مرض، مرض مزمن لا أظن أني أشفى منه. لقد جئت في إثرك يا صديقي وإثر صديقتك الحسناء، ولا أدري لماذا قدمت. لم أجد لنفسي تعليلا معقولا لقدومي إلى باريس. هذا من حسن حظي. على أي حال يا مستر كارتون، فأنت رجل جدير بالتقدير ولك فضل سابق علي، وسأحاول أن أجعل من باريس متعة لك. فضل سابق؟ أظنك تشير إلى المحاكمة. أجل. كلا يا سيدي، فما كان هذا فضلا لي عليك. أما أن تحاول إمتاعي هنا في باريس فإني أشكرك علي، ولو أن أذواقنا لا تتفق، فأنا رجل دنيا ولهو وسهر، وأنت رجل عمل ونظام ونشاط، مشاربنا مختلفة تماما يا سيدي. إنما لذات الحياة ومسراتها لا يحول دونها اختلاف الأذواق وتباين المشارب يا مستر كارتون. وما لك أنت وكل هذا يا سيدي؟ لقد نشأت سعيدا واسع الثراء، عشت موفقا، لا يكذبك حظك ولا يخونك سعدك. لقد كان الطريق دائما أمامك سهلا ميسورا، لا عوج فيه ولا التواء، حتى في حبك، ذلك الحب الذي لا يكترث بالاجتماع ولا يعبأ بالطبقات، هذا الحب أسلم نفسه إليه. لا لا لا، لا تجزع يا سيدي، أتظنني أبلها إلى هذا الحد؟ لقد كنت على بينة، لقد لاحظت تلك النظرات المسلوبة التي كنت تتبادلها مع لوسي مانيت في أولد بيلي، أليس كذلك يا سيدي؟ كفى مستر كارتون، إنه اسم مقدس أظن به على أي لسان مهما عظم. معذرة إذا خطبتك هكذا وأنت في داري. وهو أكثر تقديسا عندي يا سيدي، لقد عرفتها قبلك، فعرفت ملاكا طاهرا عف الذيل واللسان، إنسانا حباه الله أجمل ما يحبو به الله إنسانا. لقد شغفت بها وتعلقت بأذيالها، لا يهنأ لي عيش ولا يسكن لي وجد إلا إذا كنت بجوارها، أو بعد هذا لا أكون أكثر منك تقديسا لها؟ سامحني يا صديقي، فأنا رجل كثيرا ما تنتابني الحمى، أعني حمى الهذيان، معذرة على أي حال. أرجو ألا تكون صادقا يا عزيزي كارتون، فإني أرى الموقف جد خطير. لا شك، فإننا نعيش دائما على غير ما نهوى. ما معنى هذه الحياة يا سيدي؟ هل خلقنا لتكون حياتنا مصدر إحساس نحو الآخرين ونحن في جهل تام بإحساس الآخرين نحونا؟ حقا إنها حياة لا تستأهل هذا العناء. من الخير أن نترك الحديث في هذا الموضوع الآن يا مستر كارتون، ولتقبل شكري على خدمتك. كلا يا سيدي، أنا لا أقبل هذا الشكر لسببين. الأول أن عملي بسيط جدا إلى حد أنه لا يستحق الشكر. والثاني؟ وثانيا لأني لم أدري لماذا قمت بهذا العمل، وما هي الدوافع التي أجبرتني على القيام به. وعلى ذلك، هل تسمح لي بسؤال يا مستر دارني؟ أو بكل سرور. هل تعتقد أني أحبك؟ لم أسأل نفسي هذا السؤال من قبل يا هل سيدي. تسمح بسؤال نفسك الآن؟ لقد قمت بدورك كأنك تحبني تماما. أنت مخطئ يا عزيزي، ولكني أرجو ألا تكون بيننا كراهية. كراهية؟ لا 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 لا، أتظن أني ثمل يا مستر دارني؟ أظنك قد شرفت منذ وقت قريب. أتعرف لماذا؟ ذلك لأني رجل قليل العناية بالناس، لأني لا أجد من يعنى بأمري. يؤسفني أن أسمع منك هذا يا عزيزي، فإني أعتقد أني شديد العناية بك وكذا مسمنت، فقد لاحظت أنها تبذل اهتماما شديدا لكل ما يتعلق بشخصك، ثم إنها رقيقة الشعور بالنسبة لك إلى حد ملحوظ. اللهم احفظها ورعها. أعرف ذلك يا دارني، بل أحسه. إنها تعطف علي حقا، ولكنها تحبك أنت. إني أحبها حبا قد يفوق حبي للسماء، ولكنها تعبدك أنت عبادة الناسك لربه. استمع إلي يا دارني ولا تبتئس من صراحتي، لقد أديت لك كل جميل من أجلها هي، أردت أن أسعدك لأنها تحب سعادتك. إني لا أكرهك ولكني أحبها، وقد أحبك أنت أيضا، قد أحبك إلى نهاية القمة في عاطفة الحب، قد أحبك يا مستر دارني حب الحاقد عليك، فمعذرة يا صديقي،
ووداعا وأرجو. مستر دارني، سيدة تدعى لوسي مانت تستأذن في الدخول. أوه دعها تدخل حالا، دعها تدخل حالا. هل رأيت إلى أي حد أنت سعيد يا مستر كارتون؟ السعادة وقف على أصحاب الحظوظ يا سيدي. شكرا لك يا صديق. أوه مستر كارتون في باريس؟ نعم. ما أسعدنا. ما أسعدكما بذكائكما يا عزيزتي. لم أتأخر كثيرا في اقتفاء أثرك، فأرجو أن تكوني قد تمتعت برحلة طيبة. لقد كانت رحلة ممتعة إلى أبعد حد يا صديقي كارتون. لا شك، وكيف لا تكون ممتعة وقد كان دارني رفيقا لك. ولماذا لم ترافقنا ما دمت حضرت هكذا سريعا؟ ربما كان حضوري هكذا أنسب لي ولكما. لقد سمعت فجأة وأنا في لندن أنك قدمت إلى باريس في مهمة مفاجئة، فصممت على أن أتبعك لأكون في خدمتك ورهن إشارتك. وعملك هناك يا مستر كارتون؟ إن عملي والفائدة التي تعود علي منه أهون عندي من أن تفوتني خدمة أقدمها من أجلك. مستر دارني، بالحجرة المجاورة سيد يريد أن يقابلك على انفراد. ما اسم هذا السيد؟ لم يشأ يا سيدي أن يذكر اسمه. حسن، أتسمحان؟ شكرا. ولكنك يا مستر كارتون تؤذي نفسك بهذه الأفكار. أنت تفهم ما أقصد، فإن أفكارك هذه تقودك إلى فتور الهمة وهي أولى درجات اليأس. يا سيدتي، لقد صعدت كل درجات اليأس منذ أمد بعيد. ولكني أرى أن الوقت ليس متأخرا لتراجع نفسك. إنه ليس متأخرا فحسب، لقد ضاع، ضاع وانتهى. أتسمحين لي أن أذكر لك شيئا مما في صدري؟ يسعدني ذلك من غير شك. ثقي يا مس مانيت أني رجل حالم، وقد يكون في الحلم لذة لا يدركها الإنسان في اليقظة. إن حلمي يا سيدتي موضوعه أنت، وأنت يا سيدتي لست ملكا لي. وهل لا أستطيع أن أوقظك لأقودك بنفسي إلى ما فيه صلاحك وخيرك؟ صلاحي وخيري في أن أحيا بأمل منك، أمل أنتظره وأنا أعرف أنه لن يتحقق، ولكنه مخدر لتلك النفس الثائرة. أمل بلا ثمر ولكن ليس منه مفر. يا عزيزي كارتون، إني أشفق عليك وأرثي لحالك، ولو كان قلبي ملك يدي لتنازلت لك عنه راضية، ولكن القلب والحظ صنوان، فمن يملك قلبه يستطيع أن يملك حظه. إذن وداعا يا سيدتي، وأرجو أن تفكري في هذا البائس لأنه لن يفكر في نفسه بعد الآن. مسكين كارتون، لقد شغل بما لا رجاء منه ولا أمل فيه. إنه يستحق العطف حقا. تفضل يا مستر لوري، تفضل. مستر لوري، وكيل بنك تيلسون، مس لوسي مانت. مرحبا بك يا مستر لوري، لقد حضرنا إلى باريس استجابة لرغبتك، وأرجو أن أقف منكم على المهمة التي دعينا من أجلها. طبيعي يا سيدتي، إني رجل أعمال وعندي من الأمور ما كان يضطرني إلى دعوتك، إلا أني أستأذنك في أن أقص عليك قصة أحد عملائنا قبل الدخول في الموضوع. لا بأس. إنها قصة رجل فرنسي كان طبيبا، وهو أصلا من بوفييه، من بلدة والدك الدكتور مانيت. ثم كثرت أعمال هذا الطبيب منذ كنت في فرع البنك بفرنسا، وقد تزوج هذا الطبيب بسيدة إنجليزية، وكنت أحد الموثوق بهم. ولكن قصة هذا الطبيب تشبه قصة أبي. أتظنين ذلك يا صغيرتي؟ لا شك، فإنك قد أخذتني إلى إنجلترا بعد وفاة أبي بعامين. يا عزيزتي سامحيني، فإن ارتباكي لا يجعلني قادرا على إنكار ما يقول بذات نفسي. فالواقع أنها قصة أبيك باختلاف بسيط، ذلك أن أباك لم يمت. أوه شيء عجيب. لا تفزعي يا صغيرتي، فإن أباك كان نزيل المسكين. ولكن أمي. أعرف ما تقصدين، إن العذاب الذي تحملته أمك بعد اختفاء زوجها عامين جعلها تصمم على أن تجنبك ما أصابها من ويل،
ففضلت أن تخبرك أن أباك قد مات حتى لا تصرفي حياتك مهمومة بالتفكير فيه. أوه ما هذا؟ ليس من أصول العمل أن نتفاهم بهذه الطريقة. لوسي لوسي، أبي على قيد الحياة. يا لها من حقيقة، يا لها من حقيقة. لا تهلكيني يا سيدتي هكذا. نحن رجال الأعمال لا نستطيع العمل إلا في جو من الهدوء وصفاء الذهن. أما هذا الاضطراب فسيجر علي أخطاء أرجو ألا تحدث. اهدأ يا لوسي اهدأ. والآن هيا، قد عرفت أن أباك لا يزال على قيد الحياة، فما هي الخطوة التالية؟ وأين هو الآن؟ إنه يقيم الآن عند خادمه القديم دوفارش. دارني دارني. نعم. أعني على الذهاب إلى أبي. هيا مستر لوري، لا نريد أن نضيع الوقت. ولكن مهلا يا سيدتي، إنك ذاهبة لتشاهدي هيكلا لمانيت وليس الدكتور مانيت. ماذا تقول يا سيدي؟ أتسخر مني؟ كلا يا سيدتي وحق السماء، فإن السجن والعذاب الذي ذاقه والدك المسكين قد أنحل جسمه وأتى على لحمه وشحمه ولم يعد إلا هيكلا، فهل لا تبصرت في الأمر قبل أن تقدمي على لقائه؟ ماذا تعني يا سيدي؟ أعني ألا تظهري عند لقائه ما يصرح عما يجيش في نفسك. ثم أمر آخر، إنه لا يعرفك، فهو لم يرك منذ ولادتك، فيجب أن تكوني حريصة على ألا يقضي عليه أول لقاء. وعلى كل يا عزيزتي، فأنا كرجل أعمال مهمتي أني حصلت على والدك، أما مهمتك أنت فهي أن تعيديه بشرا نافعا كما كان. سأعيد له الحياة والحرية، وسأنتقم ممن ساموه العذاب، والويل للظالمين من سخط المظلومين. وفي المنظر الثاني ننتقل إلى حانة ديفارج في شارع سانت أنطوان. إلى اليسار بنك عليه أكواب وزجاجات، براميل الخمر موضوعة إلى الخلف في نظام، نوافذ الحانة تواجه الشارع. مدام دوفارج تجلس خلف البنك وهي تطرز قطعة من القماش. دوفارج يقف على باب الحانة يرقب معركة تدور في الشارع بين جماعة من فقراء باريس حول برميل من نبيذ مكسور. إنهم يصرخون وتشاجرون ليصيبوا ممن ساب على الأرض نقطة تصل إلى ألسنتهم. انصرفوا انصرفوا لعلكم تعثرون على برميل آخر تمتصون منه القارة والقطران. هيا انصرفوا يا معشر البؤساء، يا من نكبتم بالجوع والعري ولا تستطيعون له ردا، انصرفوا ولكم الله. هيا 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 يا أهلي، لقد امتصوا برميل النبيذ امتصاصا. ولما لا يا سيدي؟ إنهم لا يرون إلا العيش الأسود، فكن جنونهم حينما رأوا النبيذ الأحمر. لا شك يا سيد دوفارج، فإن لولا النبيذ الأحمر قد بهر أبصارهم، فهؤلاء البهائم يعيشون على فضلات خدم أسيادهم النبلاء. صدقت يا عزيزي جاك، هذا إذا بقي من خدمهم فضلات. الحقيقة يا إخواني أن الحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا شك عندي أن هذه القطعان السائمة التي تجول الأرض في زلة ومسكنة ستنقلب يوما ما ذئابا مفترسة تفتك بمخالبها وتنهش بأنيابها، وحينئذ لا يلوم هؤلاء السادة النبلاء إلا أنفسهم. أيها السادة، نسيت أن أقدم لكم زوجتي مدام دوفارج. مدام دوفارج سيدتي سيدتي. والآن إن أردتم رؤية الحجرة التي بها دكتور مانيت فإنها في الدور الخامس، وهذا السلم يؤدي إليها. وعلى كل هذا السيد قد ذهب إليها من قبل ويستطيع أن يدلكم عليها بسهولة. أجل أيها السادة، تعالوا معي من هنا. ماذا في الأمر يا عزيزي؟ أوه إني متعب قليلا وحزين أيضا، أليس كذلك؟ ربما.
لقد أثر فيك منظر هؤلاء المساكين. ولم لا؟ إنه منظر يذيب قلب الجماد يا عزيزتي. إن هؤلاء الأشقياء التعساء رجالا كانوا أم نساء يرصفون في أغلال البؤس ولا يجدون منه مخرجا. إنهم كتلك الحيوانات المحبوسة في حظائرها هزيلة بائسة. أستغفر الله، بل إنهم أشد منها بؤسا، فإن تلك الحيوانات تجد من يعنى بأمرها، أما هؤلاء لا يجدون إلا من يتفنن في إذلالها. آه يا عزيزتي، إني أفكر، ما الذي أسكت هؤلاء حتى رضوا بهذا المصير؟ ألا يفكرون في وسيلة لخلاصهم؟ ثم إذا فكروا، أين لهم بالقوة التي تدفعهم للخلاص مما هم فيه؟ خذي مثلا الدكتور مانيت، ألم تكن نصرته للضعيف سببا في سجنه 20 عاما دون ما ذنب جنى؟ أوه يا إلهي يا إلهي، إن مجرد التفكير فيما قاساه هذا الرجل دون ما ذنب ولا جريرة لا يجعلني أزدري العدالة وأشك في الحقيقة. وأين العدل الإلهي؟ وأين الانتقام الرباني؟ أكلها عجزت عن الانتقام لهذه الإنسانية المعذبة؟ يا عزيزي، إن العدل والانتقام يحتاجان إلى وقت طويل. لكي تنزل صاعقة على رجل أمر لا يحتاج طويل وقت. هذا حق، ولكن كم من الوقت يضيع في ترتيب هذه الصاعقة؟ لا شك وقت طويل، ولكن تذكر أنه إذا حان وقت الانتقام فلن تكون صاعقة واحدة، بل سيكون بركانا هائلا يبترع في جوفه ويلتهم بناره كل ظالم جبار متكبر لئيم على ظهر هذه الأرض. وعندها يمكنك أن تهوي على فريستك فتضربها ضربة قاسمة، وعندها تتحول هذه القطعان إلى ذئاب ونمور تنهش بأنيابها قلوبهم وتفري بمخالبها وجوههم وتدق عظامهم دقا مستمرا حتى يلحقهم الفناء. أرجو ألا يتأخر ذلك اليوم. مهما تأخر فهو في الطريق، ولا بد أن يصل، ولن يعود ولن يقف. انظر إلى ما حولك وفكر في كل من حولك، ترى الغضب والسخط والتهديد والوعيد، إنه واضح ظاهر، ولا شك أن هذا السخط معين السرعة لليوم الموعود. يا عزيزتي، أخاف ألا يأتي هذا اليوم ونحن في الوجود. إذا أتى بعد زوالنا فلنهنأ بأن قد مهدنا له السبيل وأعددنا له العدة وهيأنا له المقام. ما هذا؟ ابني يا مولاي. ماذا أيها الشقي؟ إني لا أفهم ما الذي حدث. ابني يا مولاي، ابني يا مولاي. فهم، سقط تحت عجلات العربة. إنكم لا تزالون أوباشا لا تهتمون بأطفالكم، تتركونهم دون رعاية. لا شك أن ابنك هذا قد أصاب حوافر خيلي بسوء كبير، ولكن إكراما لهذا السيد عفوت عنك وأهبك هذه القطعة الذهبية. كلا يا مولاي، لا أقبل منك ذهبا ملوثا بدماء ابني. الله وحده القادر على الانتقام منك. الله لنا من ظلمكم يا معشر النبلاء، بل يا معشر الأشقياء. خذ يا مولاي ذهبك واحتفظ به إلى اليوم الذي يصهره الشعب ليكوي به جباهكم وجلودكم. هيا 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 هيا. ليس من حق جاسبار أن يغضب هكذا، بل عليه أن يبتهج. لقد أصبت يا رجل، فإنه شرف عظيم أن أشمله بحديثي. ما لهذا قصدت يا سيد المركيز، إنما قصدت أن عليه أن يبتهج بموت ابنه. كيف يكون هناك موت وبهجة؟ أجل يا سيدي، إن موت هذا الصغير قد أعفاه من ألم وعذاب مقبل ومقيم، فمن حق والدي أن يفرح ويبتهج. أنت فيلسوف يا سيد، يا سيد دوفارج. دوفارج، إذن هو أنت الذي قصدت. خذ هذه القطعة لتشرب نخب الماركيز سانت إفريمونت. سانت إفريمونت، إن لي معك حديثا خاصا. ها
هل نحيت هذه السيدة؟ ليس بيني وبين زوجتي سر يا سيدي. إذن استمع لي، لقد علمت أنك كنت الخادم الخاص للدكتور مانيت، وهذا يشرفني، وأنه قد عهد إليك برعايته بعد خروجه من سجن الباستي. هذا صحيح. ألا تشعر بأنك ترعى؟ تعني رجلا عظيما. أعني أن وجوده في باريس خطر كبير على أسرة نبيلة عظيمة، وأنك لابد أن تتخلص منه فورا لتحفظ شرف هذه الأسرة. أتهديد يا سيدي؟ ولي الحق أن أهددك وأحذرك وأنذرك، ولكني لطبيعة في نفسي تميل دائما إلى الحق والعدل. قد عزمت أن أضع تحت تصرفك هذا الكيس به 500 جنيه للدكتور مانيت. كلا، هذا المبلغ لك. أما الدكتور مانيت فإني أضع تحت تصرفه معاشا قدره 2000 من الجنيهات، يدفع لأي وكيل يعينه الدكتور مانيت في أي بلد بعيد عن فرنسا. أما إذا حاولت أن تتخذ أي خطوة ليعلم الناس بقضية الدكتور مانيت، فإني سأجعلك تندب اليوم الذي آويته فيه. أفاهم ما أقول؟ فاهم جدا يا سيدي. لابد له أن يفكر في عروضك هذه السخية. 500 و2000 من 500 و2000 من الجنيهات، وبما أنك زوجته فيجب عليك أن تفكري في مستقبل زوجك، وأن تقنعيه أن يكون في 500. ابن أخي؟ عمي، يا لها من فرصة غريبة. ابن أخي، ابن الشفاليه. فرصة غريبة حقا، لم أكن أتوقعها. من تكون الآنسة اللطيفة؟ الآنسة مانيت، عمي الماركيز دي سانت فريموند. سيدي، الآنسة مانيت؟ لم أكن أعلم يا تشارلز أنك تملك مثل هذه الحسناء البارعة الجمال، وأنا أوصيك به خيرا يا آنستي، فهذا أكثر الناس نفورا من الترويض، وأرجو أن تحسن آنستي ترويضه. وعلى كل، فأنا أشكر الظروف التي عطلتني في هذا الحي القذر لأمتع نفسي بشرف التعرف للآنسة مانيت. والآن إلى اللقاء يا عزيز تشارلز. إلى اللقاء يا صغيرة العزيزة. نسيت يا سيدي قطعة من نقودك الذهبية. أهبها لك لتبتاعي بها خاتما لهذا الأصبع الجميل. لا عيدي. ألي هذا الحد؟ أحرص أم دلال؟ هذا خطاب يا عزيزي دوفارش، خاص بك، وهو من بنك تيلسون. تشجع يا عزيزتي واصبر، فالأمر يحتاج إلى شجاعة وصبر وحكمة. أهلا بك يا مستر لوري. مدام، هذا مستر لوري والآنسة مانيت. أنت تعرفين أنهم أعرف كل شيء. أهلا بكم، تفضلوا إلى أعلى، خذهم إلى هناك يا دوفارش. من هنا يا مستر لوري، تفضلي يا آنستي. ولكن من هذا السيد؟ إنه صديق لا بأس من أن يرافقنا. تفضلوا تفضلوا. الماركيز دو سانت فريمونت، هذا السفاح اللئيم قاتل أختي، وهذا الآخر ابن المجرم الأثيم. يا إلهي، كنت أجلس أمامهم ولا أنشب أظافري في أعناقهم. سامحيني يا عزيزتي كوليت، إني أدخر لهم عذابا دائما، لن يفلتوا من أيدينا. إن الوقت يتقدم رويدا رويدا، ولكن ساعة الخلاص لا بد قادمة. مهلا أيها الرعاع، لن تخطئكم نقمة الشعب، وحينئذ ستلمسون قوة. خمر يا مدام ديفارش، خمر، إن رأسي تلتهب. هؤلاء الملاعين، ابني أدولف المسكين، ابني الوحيد الذي ذقت من أجله المر، وركبت في سبيله كل صعب، وحميته من الجوع والعري والذل والصقيع الذي أودى بحياة آلاف الأطفال. المسكين يذهب هكذا سريعا تحت حوافر خيل الملكيس. يا إلهي، كيف أنتقم؟ كيف أشفي غليلي من هؤلاء المستهترين؟
ثم يلقي في وجهي بقطعة من الذهب، الذهب الخبيث الذي يظنون أنهم يشترون به أرواح المساكين، يلقي إلي به ملوثا بدم ابني، وكأنه ظن أني أفدي دم ابني بقطعة من الذهب. ولماذا رفضتها يا جاسبار؟ لا يعدل دم ابني ذهب أو جوهر، ولكن لا يعدل الدم إلا الدم. إذا كان المركيز قد قدم لك ذهبه بعد أن لوثه بدم ابنك، فها أنا ذا أقدم لك خنجري لتلوثه بدم المركيز. أتعرف الطريق الذي تسلكه؟ أجل، الانتقام، الويل لهم. لنشرب معا نخب الدم المسفوك. وفي المنظر الثالث، وهو المنظر الأخير من الفصل الأول، ننتقل إلى حجرة الدكتور مانيت، وهي حجرة منخفضة لها شباك بدون زجاج. الدكتور مانيت جالس على مقعد صغير منخفض في الوسط تحت النافذة، إنه مشغول بعمل حذاء، يبدو مجعد الوجه منهوكا إلى حد كبير، وقد صار عجوزا، له لحية بيضاء وحاجبان كالحان. الباب الذي يدخل منه دوفارج ولوري ولوسي ودارني من جهة الشمال. صباحا يا سيد. ربها عم. صباحا يا دوفارج. ألا تزال مشغولا؟ نعم إني أعمل. أتسمح بأن أدخل بعض الضوء؟ لا بأس. هذا زائر له دراية بفنك يا دكتور مانيت، فهو يعرف أصول الصنعة، فهل تسمح بأن تريه بعض ما تصنع؟ خذ هذه يا سيدي. يريد هذا السيد أن يعرف نوع هذه الصناعة واسم صانعها. ماذا كنت تقول؟ قلت إن هذا السيد يريد أن يعرف نوع هذا إنه حذاء سيدة، وهو آخر طراز. واسم الصانع؟ هل تسألني عن اسمي؟ نعم. 105 البرج الشمالي. إنه لا يذكر غير رقمه الذي كان ينادى به في السجن. أهذا هو كل شيء؟ أجل 105 البرج الشمالي. ألست إسكافيا بحكم الصنعة؟ كلا يا سيدي كلا، إني تعلمت هذه الصناعة هنا، لقد أردت أن أتعلمها فتعلمتها ولكن بصعوبة كبيرة، ومنذ ذلك الحين فأنا كما ترى صانع أحذية. تقدمي إلي ولكن برفق. يا إلهي، ما هذا؟ ألست ابنة السجان؟ كلا. من أنت إذن؟ أنا يا إلهي. نفس الشعر، يا للسماء، نفس الشعر، ولكن كيف ذلك؟ متى كانت؟ وأين كانت؟ وكيف كانت؟ وأنت أيها الملاك الطاهر، أيتها الشمس المشرقة، ما اسمك؟ يا سيدي ستعرف من أكون، ولكن ليس هذا أوانه، وكل ما أرجوه أن تضمني إلى صدرك، ذلك الصدر الذي عشت محرومة منه. قبلني يا سيدي، قبلني تلك القبلات العذبة التي لم أنعم بها في حياتي. يا سيدي، إن كان في صوتي ما يشبه ذلك الصوت الذي طربت منه، فابكي من أجل هذا الصوت، وإن كان في لمسك شعري ما يذكرك بشعر عزيز عليك،
فابكي من أجل هذا الشعر، وإن كان في وجهي ما يذكرك بالماضي الجميل، فابكي، فابكي من أجل هذا الوجه، وإن كان في لقائك بي ما يعيد إليك ذكرى غالية، فابكي يا سيدي من أجل هذه الذكرى. وإن كنت يا سيدي سأعيش معك في منزل جديد أقوم فيه بخدمتك، فابكي يا سيدي من أجل منزل مهجور حكم عليه بالهجران. شكرا لك يا إلهي، فإن دموعه المقدسة تنساب فوق وجهي فتبعث في حياة جديدة وما أجملها من حياة. شكرا لك يا إلهي، فإن تنهداته لتمتزج بقلبي وتسري في روحي فتعيد إلي الأمل وما أحلاه من أمل. هيا يا سيدي، هيا عد إلى الحياة. تبدأ أحداث الفصل الثاني بعد 10 سنوات من أحداث الفصل الأول، ويتألف هذا الفصل الثاني من 5 مناظر. المنظر الأول: حجرة في بنك تيلسون في باريس، مقاعد ومنضدة تكدست فوقها الأوراق ومدفأة مشتعلة، يبدو مستر لوري وهو يحرق الأوراق. إنه لعمل غريب حقا أن يحرق كاتب عجوز مثلي أوراق عملائه، ولكن ما حيلتي وليس أمامي إلا هذه الطريقة. إن رقابا كثيرة من رقاب عملائنا تنجو بهذه الطريقة، ولا بد أن أنتهي من هذه المهمة أنا وجيري في ظرف 24 ساعة. إني الوحيد الآن الذي يوثق به كما يدعون. أين نحن من الماضي منذ 10 سنوات حين عدنا بالدكتور مانيت إلى إنجلترا؟ لقد كانت لوسي لا تزال صغيرة، أما الآن فقد أصبحت زوجة ولها طفلة. حقا لقد نال دارني ما تمناه، يا له من رجل سعيد. ولكن أين جيري؟ لقد أبطأ. جيري، جيري، ها أنا ذا يا سيدي. العرق يا مستر لوري، أعمالي كلها مسيلة للعرق، ليس فيها سهل ميسور إلا شرب النبيذ يا سيدي. أو ترى حمارا يا سيدي أكثر مني نشاطا وأشد احتياطا من الماثل بين يديك؟ أوه، لقد كنت كذلك حينما كنت في مثل سنك. ولكن خبرني، أصحيح ما سمعته عنك يا جيري؟ معذرة يا مستر لوري، أتوافق على حرق هذه الدفاتر؟ أوه يا إلهي، حرقها كلها؟ أم ترى أنه من الأفضل أن ندفنها تحت الأرض؟ الأفضل ذلك لتظل نظيفة سليمة. ولكن لا تنسى يا جيري أنها إذا وجدت أطاحت بكثير من رؤوس النبلاء. لا تنسى يا جيري أن الحالة قد تغيرت، وأن العامل الفقير جاسبار أمكنه أن يثأر لابنه الصغير بقتل ماركيز عظيم، فحرق هذه الأوراق أسلم طريقة لحفظ هذه الرؤوس. احرقها يا سيدي والأمر لله. احرقها يا سيدي، فهذا أضمن لسلامة الناس. ولكن لما غيرت رأيك هكذا سريعا يا جيري؟ لقد أصبحت يا سيدي لا أثق في أحد، حتى ولا في نفسي. وهل تظن أن هناك من يستطيع أن يعلم بمكانها فيخطفها كما تخطف الجثث في هذه الأيام السود؟ قد يكون كذلك يا سيدي. لقد رأيت في هذا الصباح وأنا في طريقي لشراء بعض الحاجيات أناسا كثيرين يحومون حول هذا المكان، وكأنهم يريدون أمرا خطيرا، ثم لاحظت أنهم يحاولون استخراج أشياء من باطن الأرض، أشياء يا سيدي أثقل من الكتب ومن الحجارة. ثم رأيت رأسا آدمية تبرز وإنسانا طويلا يحمل تحت إبطه كيسا كما تحمل أنت يا سيدي عصاك. لعله رجل قد بعثه الله حيا. ألا تعرف ذلك الإنسان الذي كانت تبرز رأسه يا جيري؟ أنا يا سيدي؟ نعم أنت، ألا تعرفه؟ أجل يا سيدي أعرفه، إنه كلاي. كلاي،
ذلك الجاسوس الذي شهد ضد دارني في الأولد بيل. ومن كان الرجل الآخر؟ إنه صديقه العزيز مستر بارسات. بارسات القزر العامل الرئيسي في تلك القضية. وهكذا يعود هذا الكلب إلى هنا. لعلك أخطأت يا جيري، فإن كلاي ميت ومدفون. لقد شاهدت جنازته بنفسي في تيمبل بارك. وأنا أيضا شاهدت الجنازة يا مستر لوري، وأذكر أني بكيت عندما رأيتها، ولكن كلاي لم يكن ميتا، أو لعله كان ميتا ولم يدفنوه، لقد تركوه بدون دفن. أيها الأبلة، لقد رأيت التابوت بعيني على العربة. صحيح، هذا هو الحق بعيني، ولقد رأيته أنا أيضا، ولكن كلاي لم يكن داخل التابوت. ماذا تقول؟ أعني يا سيدي أنهم وضعوا طوبا وحجارة وترابا في التابوت بدلا من كلاي ذا الناس، وكنت أنا واثنان فقط هم الذين يعرفون هذا السر. تعال إلى هنا يا مستر جيري. ها؟ ماذا كنت تعمل علاوة على عملك كرسول لبنك تيلسون؟ فلاحا يا سيدي كهؤلاء الخنازير. أخشى مستر جيري أن تكون قد اتخذت من هذا البنك وكرا لسرقاتك الدنيسة، سرقة أجساد البشر. وإذا كان الأمر كذلك فثق أني لن أحتفظ بسرك وقتا طويلا. يا سيدي، إن رجلا نبيلا كريما مثلك لا يمكن أن يفكر في إيذاء مثلي، ولست أنا الذي سيلحقني الأذى وحدي، فهناك الحانوتي، وهناك اللحاد، وهناك كاتب الصحة، وهناك قوم آخرون قد شاركوني هذا العمل، وكلهم يستحقون منك الرحمة والشفقة. ثم إن هذا العمل لا يدر علينا ربحا كثيرا ولن يطول أمده، إنه عمل غير شريف حقا وغير مربح إلى الحد الذي يغرينا على الإبقاء عليه، ولذلك أعدك أن أجد لي منه مخرجا. يا سيدي أمسك لسانك، إني أكره أن أراك. هل غضبت يا سيدي؟ إني أعني أن أجد مخرجا إذا كان الأمر كذلك، ولكن الأمر ليس كذلك. لا تخدعني أيها الأبلة، لا تداهن ولا تتحايل في كلامك. أنا لا أخدعك يا سيدي، ولكن أقول إذا كان الأمر كذلك وهو ليس كذلك فدعني. صحيح. لا أريد أن أسمع صوتك. إذا كان الأمر كذلك وهو أقصد، لقد أخطأت يا سيدي وإني مقر بهذا الخطأ، ولك أن تفعل بي ما تشاء، ولكن دعني يا سيدي أكفر عن هذا الخطأ. دعني يا سيدي أرد اعتباري لنفسي. وكيف؟ بالعمل. أي عمل؟ سرقة الموتى؟ كلا يا سيدي، عمل كله شرف. حسنا، ولتبدأ الآن بحرق هذه الدفاتر. أمرك مطاع يا سيدي، لكن اسمح لي بأن أحملها إلى المطبخ، فالنار هناك أكثر سرعة في التهامها. لقد شك في أمره جميع موظفي البنك إلا أنا، ولكني لم أكن أصدق أن الأمر يصل به إلى هذا الحد. ولكن على كل حال فهؤلاء الجواسيس لا يقيمون وزنا لشرف أو كرامة. أحمد الله أن دارني آمن في لندن. إن مجرد شبهة أو لا شبهة كفيلة بأن ترسل أي رأس إلى المقصلة. نحن في وقت إرهاب لا يعرف إلا الله متى ينتهي. من أي باب ندخل؟ من يا ترى؟ قوم في بنك تيلسون. لا أريد أن أقابل أحدا، إني مشغول حتى عن مقابلة عملائي. لوسي، مانت، كارتون، ماذا جرى؟ ما الذي حدث؟ ماذا أتى بكم من لندن إلى هنا؟ يا صديقي العزيز، زوجي، زوجي. ماذا جرى له؟ هنا في باريس؟ أجل يا مستر لوري، جاء منذ 3 أو 4 أيام، لا أدري، لا أستطيع أن أجمع شتات فكري. لقد جاء دون علمهم على أثر رسالة وصلته من جيبل وكيله في باريس، يقول له فيها إنه سجن وأنه سيحاكم وسيعدم من أجل أنه كان يعمل في خدمته، وأنه يرسل بصيحته الحزينة راجيا أن تصل إلى أذني دارني، وقد توسل إليه أن يجيب رجاءه فيحضر إلى باريس ليساعده على إطلاق سراحه. ومن المؤلم أن دارني لم يستطع إطلاق سراحه، فإن مجرد ذكر اسم عائلتي قد أثار الحفيظة في نفوس الشعب، وها أنتم ترون أنه قد قبض عليه هو أيضا. يا أبي أنقذه من أجلي، لقد تركت أحسن الأثر في نفوس هذا الشعب. أجل لا شك يا عزيزتي، فإني كسجين البستي لا يوجد قلب في فرنسا إلا ويحمل لي أجمل الذكرى وأعظم الحب. لا تخافي يا عزيزتي لوسي، لا تخافي، سأنقذه. والآن تعال يا كارتون.
احمل هذه الرسالة إلى خادم دوفارج هناك في الحانة. أنت تعرفها بلا شك، إن دوفارج كما تعرف ذو أهمية بالغة لنا، فاحرص على أن توصل له هذه الرسالة بأسرع وقت. كن حذرا يا كارتون، فإن خطأ ولو بسيطا قد يوقع زوجي في مكروه. ثقي يا عزيزتي أني لازلت أؤمن بما ذكرته لك منذ 10 سنوات، ذلك أني أضحي بنفسي من أجل من تحبين. لن أنسى وعدك يا كارتون، فأنت ساعدي ومعيني. وأنا سعيد بك يا عزيزتي. ولكن ما زلت قويا كما كنت في الماضي، خلي سبيلي، لابد أن أذهب. لا أسمح لك بهذا يا دكتور، ليس هذا من الحكمة في شيء. عليك أن ترتاح قليلا، فلقد كانت رحلتكم متعبة. أو هيا هيا يا لوسي، أعدي قدحا من الشاي لأبيك في الحجرة المجاورة. كل شيء هناك على أتم استعداد. هذا حق، هذا حق، فإني أشعر بشيء من التعب. دعني أعاونك يا أبي، هات يدك، لا تخش شيئا، فأنا واثقة من أن كارتون سيأتي إلينا بأحسن الأنباء. لقد أصبحت الحياة في فرنسا جد غريبة، فلا يعرف الأحياء فيها أنهم أموات، ولا يعرف الأموات فيها أنهم أحياء. وفي المنظر الثاني نعود إلى حانة دوفارج. ثوار ونساء ورجال مجتمعون حول برساد وجسبار ومدام دوفارج. صديق الشعب على حق فيما يقول. كفى أيها المواطن، إنما را على حق فيما يقول، ولكن لماذا نضيع الوقت فيما نعرف؟ يا أبناء سانت أنطوان، أجل يا مدام، هل تريدون رؤية البروسيين في باريس؟ كلا كلا. هل تريدون أن يتأكم النبلاء بسنابكهم؟ كلا كلا. هل تريدون أن يطلق سراح ملك فرنسا؟ كلا كلا. هل تريدون أن تتشفى المرأة النمساوية برؤياكم تتعذبون؟ كلا كلا. هل تريدون مصلحين آخرين ليمنعوا إخوانكم الهالكين حتى من أكل العشب؟ كلا كلا. يا نحيم أيها المراء، إذن فاستمعوا لما أقول. استمعوا. لن ينقذ العدالة في هذه البلاد إلا أيديكم هذه. لا تنتظروا ما تعمله الجمعية العمومية لكم، عليكم بأنفسكم. أصلحوا ما أفسده هؤلاء بأيديكم، بأيديكم هذه، وإلا ضعفت وفشلت ثورتكم. تلك الثورة. السجون مزدحمة بهم، بهؤلاء الخونة، وعندهم الذهب والأسلحة، فلماذا أنتم تنتظرون؟ لنأخذهم إلى المشارف، إلى المشارف، إلى المشارف، إلى المقاصل. المشانق، المقاصل، إنها بطيئة، أجل إنها لا تشفي الغليل. إن أسلحة سانت أنطوان أسرع وأشفل الغليل من هذه المشانق. هذه هي أسلحتنا، هيا إلى العمل. ونحن مستعدون، هيا إلى العمل. انظروا أيها السادة وتعقلوا، أليس هناك جمعية عمومية ترعى مصالحنا؟ جمعية عمومية أيها المتهالك، ألا تثقون بما راودانتون وروبسبيير وميلار؟ نحن لا نثق إلا بأنفسنا. إلى العمل. لا نثق إلا بأنفسنا. مهمتي أن أحصل على 20 رجلا للعمل في الدير، وأنا سأجعل سجن لافورس ياتي، وأنا وفانجانس مسؤولون عن سجن الدير. غريب. كأسا من الكونياك سيدتي. سيدة؟ معذرة، أقصد أيتها المواطنة. أرجو أن تصفحي عن إنجليزي، لا يفهم لغتكم جيدا. إنجليزي؟ يا للشيطان، هذا كارتون.
نخب الجمهورية أيها المواطنون الأعزاء. ألا يشبه هذا سانت فريموند؟ بعض الشبه، ولكن سانت فريموند في سجن الدير الآن. لا داعي للإنزعاج، فهو سجيني وأنا عليه أمين. لا خوف هناك ما دام شعب سانت أنطوان يعمل بنصيحتي. على كل حال فسيحاكم اليوم، ألا يرضيكم هذا؟ لا يرضيني إلا دمه، دمه يسيل أمام عيني لأثأر من هؤلاء السفاكين للدماء. أيها المواطن بارساد. بارساد؟ ما هذا الاسم؟ اسمي ماتيوس، سجان بالدين. إلياس سلامون بارساد، جاسوس سابق في خدمة الماركيز سانت فريمون، وجاسوس سابق في خدمة الحكومة الإنجليزية، جاسوس تعرفت به منذ 10 سنوات في محاكمة مشهورة كانت في الأولد بيلي. هل تسمح بعد كل هذا بكلمة؟ احذر يا سيدي، إنك تلعب بأوراق خاسرة ولست كفءاً لي. أظن أنها ليست خاسرة يا سيد بارساد، أما أني لست كفءاً لك فليس هذا أوانه. أتظن ذلك؟ كأساً من البراندي. وأحب أن تفهم أنك يا سيد الآن مبعوث الجمعية الجمهورية، أليس كذلك؟ وأنك الأمين على المسجونين في سجن الدير، أليس كذلك؟ حسناً، ولكنك لا تنسى يا سيدي أنك كنت في خدمة الحكومة الإنجليزية الأرستقراطية، وأنك بذلك كنت عدو الحكومة الفرنسية وعدو الحرية، وأظن أن هذه ورقة رابحة، أليس كذلك؟ ما معنى هذا؟ هذه إحدى أوراق لعبي يا سيد بارساد، فما علي إلا أن أكشفها فأذهب إلى أقرب جمعية فرعية حاملا هذه الورقة لتجرى محاكمتك. فماذا أنت فاعل الآن؟ عندي الوقت الكافي لتفكر يا سيد بارساد، ولا تحقد على أصابعك إلى هذا الحد. اللعنة على اليوم الذي قابلتك فيه، ماذا تقصد من كل هذا؟ أنت حارس في سجن الدير، ألم تقل ذلك؟ أحيانا. أعني أنك تستطيع دخوله وخروجه كما تشاء. نعم، فماذا تقصد عليك اللعنة؟ مهلا يا سيدي، ولا تنزعج هكذا. وصل هذه الرسالة لتشارلز دارني في سجن. إن في هذا العمل نهايتي. وفي رفضك نهايتك أيضا، فاسلك أقرب السبل. ثم ماذا أيضا عليك اللعنة؟ تحضر منه ردا على هذه الرسالة فيه تشجيع لزوجته. وأخيرا، وأخيرا بما لك من نفوذ، ترتب أمر دخولي إلى السجن لمقابلته عندما أطلب منك ذلك. إن هذا يعادل فصل عنقي عن جسمي. وما قيمة عنقك إذا قدمت اتهامي لك أيها المجنون؟ مصيبة أخرى تريدها لي؟ كلا كلا، فقط يجب ألا يختفي أحدنا عن الآخر أبدا. سترافقني الآن إلى بنك تيلسون. مسيو ديفارج، لقد نسيت أن أسلمك هذه الرسالة، إنها من الدكتور مانيت. من؟ الدكتور مانيت؟ وهل هو هنا في باريس؟ أجل، وهو في تيلسون، ويرجو أن يراك هناك في أقرب فرصة ممكنة. الدكتور مانيت هنا ودارني في السجن؟ أوه يا إلهي، إنه لموقف حرج. ماذا أقول لزوجتي إذا ذهبت لزيارته؟ ولكن لما لا أذهب؟ سوف أخذها معي لأثبت لها أني أستطيع أن أكون صلدا قويا حتى مع أقرب الناس إلى قلبي في سبيل الجمهورية. بلغه أيها المواطن أني قادم لزيارته مع زوجتي. شكرا لك يا سيدي، إنها لشجاعة تحمد عليها حقا. أتسمح يا مسيو بارساد أن نتمشى سويا؟ يا إلهي يا إلهي، كيف ألقاه؟ إنه أحب الناس إلى قلبي، ما الذي يدعوني لأن أتخذ منه موقف العداء؟ في المنظر الثالث ننتقل ثانية إلى بنك تيلسون، نفس الحجرة،
يترامى إلى الأسماع صخب الثورة بالخارج ويدخل جيري مسرعا. مستر لوري، مستر لوري، إنه ليس هنا. لقد كان عملا شاقا حرق هذه الدفاتر، ولكنها ليست أول ما يحرق ولن تكون آخر ما يحرق. على كل حال، متى ينتهي عمل هذا المسن يا ربي؟ لقد أصبحوا يسنون السيوف والحرابة والخناجر بدل السكاكين والمقصات. ارحمهم يا رب، لقد اسودت وجوههم وأصبحوا أكثر توحشا من الكواسر. احفظنا يا رب. فلقد صرنا ونحن لا نعرف هل يأتي إلينا المساء أو يأتي علينا الثوار. جيري، جيري، ما هذه الضوضاء التي في الخارج؟ تعال انظر يا سيدي، إنهم يتزاحمون حول المسن. اللهم رحمتك، اللهم عفوك، إنه عمل غير شريف هذا الذي يصنعون يا سيدي. إن هذه المقاصن تفسد شكل الناس يا مستر لوري. يا إلهي، إن المشالق والمقاصن لا تسعفهم، فيستعينون بالسيوف والخناجر، يسرقون النساء والأطفال أيضا. تبا لهم، يا له من منظر مخيف. يذبحون الأطفال أيضا. إن رأسي تدور يا مستر لوري. رشفة من البراندي، الدنيا برد والمنظر مرعب. رحمتك يا رب، رحمتك يا إلهي. لا لا، هذا لم يعد يطاق. لترحم السماء هؤلاء البؤساء، إن منهم مظلومين لا يستحقون كل هذا العذاب. لو رأت لوسي والدكتور مانت هذا المنظر لفقدوا صوابهم. يستحسن أن نغلق الشباك يا مستر جيري. حسنا. لقد حضرت لأخدم سيدي، إني قد حرقت طوع أمره كل الدفاتر. حسنا فعلت، اذهب الآن وامحو كل أثر للرماد. أمرك يا سيدي، وهذا أسلم لنا مما لو كنا قد دفناهم كما فكرت أولا. إني أفكر يا سيدي، كيف أن هؤلاء الأجانب لا يستطيعون أن يعملوا مثل ما عملت إنجلترا العجوز؟ ولكن هناك أمر واحد قد تفوقوا علينا فيه. ما هو يا جيري؟ الانقلاب يا سيدي، حديثهم عن انقلاب الإيرلنديين. لقد كان هذا مجالا دائما للسخرية، ولكن اللورد تشسترفيلد كان دائما في صف الفرنسيين. مستر لوري. تشجعي يا عزيزتي، تشجعي، إن كارتون لابد عائد حالا يحمل أخبارا طيبة. كيف حال الدكتور مانيت؟ لا يهدأ له بال ولا يستقر على حال، فهو دائم القلق، يريد أن يخرج، يريد أن يواجه الجمهور بنفسه. وهل من المعقول يا مستر لوري أن رجلا في مثل صحة أبي يستطيع أن يواجه الجمهور الذي سمعته منذ لحظات؟ أبوك. لا أستطيع البقاء بعد ذلك، لا أطيق هذا السجن. إن جميع الأبواب لابد أن تفتح أمامي، فهم يعرفون أني سجين البستية. انتظر، ها هو ذا المستر كارتون. زوجي يا كارتون، زوجي، هل عنه أخبار؟ اطمئني، إنه بصحة جيدة. هذا خطاب منه. من الدائر. أبي استمع عزيزتي، أنا بخير وفي صحة جيدة، وأملي كبير في النجاة. سأبحث عن وجهك الجميل في المحاكمة، إن وجودك سيكسبني قوة كبيرة. إنه سيحاكم اليوم. على كل، فهناك وقت لأن أعمل شيئا. سأذهب إلى المحقق العام، سأذهب إلى مرا، إلى روبسبيير، إلى كل هؤلاء الذين بيدهم الموت والحياة. لابد أنهم يحترمون هذا الشعر الأشيب وهذا الوجه الذي جعدته السنون السود في سجن البستي. يا سيدي، إن لخادمك السابق ديفارج تأثيرا كبيرا جدا على الثوار الوطنيين، ولقد أعطيته الورقة. ها هو قد أتى مع زوجته. ديفارج، ديفارج، مرحبا بخادم المخلص. ومن هذه؟ زوجتي يا سيدي. لقد أحضرتها لتعرف وجوهكم، ولا شك أن هذا في مصلحتكم. شكرا لك يا سيدتي، ولكن لسنا نحن الذين نطلب حمايتك، ولكنه زوجي يا سيدتي، إنه مظلوم. أين لوسي الصغيرة؟ إنها في الحجرة المجاورة. هل السيدة أم لأولاد؟ كلا. ألا تبعث في هذه القلوب الفزعة شيئا من الأمان يا دوفارج؟ قل لهم إن دارني ليس في خطر. إن المواطن تشارلز إفريمون تحت حماية الجمهورية، وهي كفيلة بإحقاق العدل.
هل هذه طفلته؟ نعم يا سيدتي، ألا تستدر العطف؟ لو كنت أما يا سيدتي لركع هذا الطفل أمامك يضرع إليك كأم. أما وأنت زوجة فإني أضرع إليك كزوجة وكأم أن تساعديني على تخليص زوجي. إن الزوجات والأمهات والأخوات اللائي عرفتهن منذ حداثتي قد تضرعن كثيرا، ولكن لم يلن لهن قلب ولم تقبل لهن شفاعة. لقد وجدوا كل أنواع الآلام والحرمان والبؤس والعذاب، ولم يذوقوا إلا طعم الجوع والفقر والعري. لم يجدوا من يرحمهم أو من يمد إليهم يدا تنقذهم مما هم فيه من بلاء. لقد قاسينا زمنا طويلا هما ثقيلا، وتحملنا ما تنوء بحمله الجبال. فهل تظنين يا سيدتي أن متاعب زوجة واحدة وولد واحد هو كل ما يثير اهتمامنا في هذه الظروف؟ أنصتوا أيها السادة، أليس رنين هذه الطبول أفعل في النفس وأقوى في الحس وأدعى للعمل والجهاد من بكاء هذه المكلومة؟ معذرة أيها السادة، هيا يا عزيزي دوفارج، لقد زالت دولة الطغاة وحلت ساعة الانتقام. بعد هذا يا دكتور ليس لديك وقت تضيعه، إن موعد المحاكمة الساعة 12. ونحن نضيع الوقت هنا. هيا يا مستر لوري عربة إذا سمحت، وأنت يا لوسي تشجعي تشجعي، إن أباك سينقذ لك زوجك، اعتمدي علي يا بنيتي. الوقت أين هو؟ أدخل سجينك يا جيري. ها هو يا سيدي، ها هو الوغد الأكبر. أراد أن يرشوني لأتركه، ولكن لم يستطع أن يفلت من يدي هذا الجاسوس القذر. لقد دفنت كلاي، أليس كذلك؟ تكلم. لو استطعت أن أخنقك، ولو نظير 10 شلينات أو 5 شلينات فقط. صاهن يا جيري. مرسال، أين الأشياء التي طلبت منك شراءها ونحن في الطريق؟ ها هي، ولكن لابد أن تكون على جانب عظيم من الحذر حين تمزجها، وإلا تسببت في الموت بدلا من فقدان الشعور، هكذا قال الصيدلي. الموت بدلا من فقدان الشعور. أتمنى لو هزستك حتى تفقد شعورك أيها الجاسوس الوغد. مستر كارتون، ألا تعفيني من هذا المتطفل؟ أنا المتطفل يا وغد؟ فوالله لو كنت متطفلا على مستر كارتون فأنت متطفل دولي. مستر كارتون أخنقه بنصف جنيه، بربع جنيه فقط، بشيل واحد أو بدون مقابل يا سيدي. والآن هيا بنا إلى المحكمة يا بارساد. أضحي بنفسي، لقد وعدتها، هل أبر بوعدي؟ ولم لا؟ لقد عشت طول حياتي لأجل الآخرين، فلم لا أموت من أجل لوسي وحبها الذي تمكن من قلبي. المحضر الرابع، ننتقل إلى محكمة ثورية. الرئيس يجلس على منصة عالية في الوسط، إلى اليمين حاجز فيه السجين دارني، الجماهير تملأ القاعة، الثوار يلبسون ملابس الثورة، النساء في أيديهن قطع من القماش يطرزنها، والجميع يحملون الحراب والسكاكين. لتحيا الجمهورية! لتحيا الجمهورية! لتحيا الجمهورية! لتحيا إني أتهم تشارلز إفريموند المسمى دارني بأنه مهاجر، وبهذا الوصف يجب أن يحكم عليه بمقتضى القانون الذي يحرم على المهاجرين جميعا أن يعودوا إلى فرنسا. يجب أن يحكم عليه بالعقوبة المقررة وهي الإعدام. هدوءا. إن هذا القانون يا سيدي قد سن بعد عودتي،
ومن ثم فأنا لا يمكن اعتباري مهاجرا. هذا لا يقدم ولا يؤخر أيها المتهم، فسواء سن هذا القانون قبل عودتك أو بعدها فأنت في نظرنا مهاجر يجب محاكمته. هدوءاً. هل صحيح أنك استوطنت انجلترا عدة سنين؟ لا شك أنه صحيح. إذن فلست مهاجراً. أجل يا سيدي، إني لست مهاجراً قطعاً وفي عرف القانون. لقد تخليت عن أسرتي الأرستقراطية لأني كرهتها وكرهت ألقابها، وذهبت إلى انجلترا طائعاً مختاراً لأكسب عيشي هناك حراً طليقاً من كل قيد. ذلك يا سيدي الرئيس لأني لم أكن أرغب في أن أعيش من عمل هؤلاء الفرنسيين المعذبين المنكوبين بطائفة لا ترحم ولا تعدل، طائفة الأغنياء والنبلاء وأصحاب النفوذ. لقد فعلت ذلك كله قبل أن يوجد هذا الوضع الذي نحن فيه الآن، وقبل أن يفكر إنسان في فرنسا في اسم مهاجر. وأي دليل لديك على هذا الذي تقول؟ إني أطلب شهادة المواطن جبل والمواطن الدكتور مانيت. وهل تزوجت في انجلترا؟ نعم، ولكن زوجتي لم تكن إنجليزية ولكنها مواطنة فرنسية. وما اسمها ولأي أسرة تنتمي؟ اسمها لوسي مانيت، وهي الابنة الوحيدة للدكتور مانيت المعروف لكل إنسان لأنه صديق الجمهورية وسجين قديم من سجناء الباستي. يعيش الدكتور مانيت! يعيش الدكتور مانيت! هدوءا. ولما عدت إلى فرنسا حين عدت إليها ولم تعد قبل ذلك الوقت؟ لم أعد إلى فرنسا قبل ذلك لأنه لم تكن لي وسيلة للعيش فيها، أما في انجلترا فكنت أعيش على صناعتي، وقد كانت تعليم اللغة الفرنسية وآدابها. والسر في عودتي إليها في ذلك الوقت أني تلقيت رسالة من مواطن فرنسي تعرضت حياته للخطر بسبب غيابي. لقد عدت يا سيدي الرئيس لأحاول إنقاذ حياة هذا المواطن البائس، ولأقوم بما يفرضه الواجب علي نحو إنقاذ حياة مخلص لي ما دام ذلك في إمكاني. لقد حضرت لأؤدي شهادة له مهما يكن في ذلك من خطر علي، فهل يعد هذا جريمة في نظر الجمهورية؟ هدوءا. وما اسم ذلك المواطن؟ هو شاهد الأول المواطن جبل، وبين أيديكم يا سيد الرئيس رسالة ميسيو جبل من سجن أباي باريس في 21 يونيو سنة 1792. سيدي، لقد قبض علي وجيء بي مشيا على الأقدام بعد أن ظلت حياتي مدة طويلة معرضة للخطر على يد القرويين، وليس هذا هو كل ما في الأمر، فقد دمر بيتي عن آخره. أما الجريمة التي من أجلها سجنت ومن أجلها سأعدم فهي أنني كنت أعمل في خدمتك، ولم يجدني نفعا قولي لهم إني كنت أعمل من أجل الشعب لا عليه، وقد كانت هذه أوامرك يا سيدي، ولم يجدني نفعا قولي لهم إني أجمع الضرائب ولم أطلب إيجارا لأرض ولم أشكو إلى القضاء، فبأي شيء أتهم وبأي حق أسجن؟ فلا أجد جوابا إلا أني كنت أعمل في خدمتك وأنت رجل مهاجر. إني أرسل بصيحة الحزينة تخترق البحار راجيا أن تصل إلى أذنيك عن طريق بنك تيلسون، لعلك تحضر لتنقذني من هذا السجن الرهيب والموت المنتظر. خادمك سيء الحظ جبل. أيها المواطن جبل، هل هذه رسالتك؟ إنها هي بلا شك يا سيدي، لقد بقيت في سجن شهورا كثيرا من غير محاكمة، ولم يطلقوا سراحي إلا بعد أن سجن المواطن أفريموند. وأنت أيها المواطن الدكتور مانيت، ماذا عندك من أقوال؟ يا سيدي المواطن الرئيس، لقد كان هذا المواطن إفريموند المدعو دارني أول أصدقائي في إنجلترا، وكان على الدوام ولا يزال مخلصا وفيا لي ولابنتي لوسي مانيت، ولم يكن محبوبا من الحكومة الإنجليزية، وهذا موضع فخر وشرف له.
بل على العكس أيها المواطن الرئيس، فإن الحكومة الإنجليزية قدمته للمحاكمة لتحكم عليه بالإعدام بتهمة عداوته للإنجليز. وشهد هذه المحاكمة المستر لوري، وهو رجل إنجليزي من بين شهود هذه المحكمة، وفي وسعه أن يشهد بصدق قولي لو طلب إليه ذلك. فيما قلته الكفاية أيها المواطن مانيت. ما حكمكم؟ إنه حر. حر. إنه حر. إنه حر. إنه حر. إنه حر. أعلن أن المواطن إفريموند المسمى باسم دارني رجل حر. بما هو أخطر من تهمته الأولى. ستتهمينه سراً أم علناً؟ أتهمه علناً. ليعود المواطن إفريموند إلى مكانه. على يد من تتهمينه أيتها المواطنة؟ على يدي أنا تيريز دوفارج، وعلى يدي زوجي مسيو دوفارج، وعلى يد شخص ثالث. ومن هو؟ المواطن الدكتور مانيت. على يدي أنا أيتها المجورة؟ أيها المواطن الرئيس، إن هذا تدليس وتزوير. أيعقل أن أتهم زوج ابنتي وأعز أصدقائي؟ أيها المواطن مانيت، كن هادئا لنتبين الحقيقة، وإذا كانت الجمهورية تطلب إليك التضحية فلا تبخل بها عليها، حتى لو كانت هذه التضحية هي ابنتك، ابنتك الوحيدة. التضحية التضحية في سبيل الجمهورية. هدوءا. والآن تقدمي أيتها المواطنة مدام ديفار، ما حجتك ضد السجين إفريموند؟ يا سيد الرئيس، كل هذا الشعب، شعب باريس، يعلم أن هذا الدكتور كان سجين الباستيل، وكلهم يعلم أنه لاقى الذل والهوان هناك، ولكنهم يجهلون السبب الخفي الذي قذف به في هذا السجن الرهيب. أتريدون أن تعلموا هذا السبب؟ إذن فاستمعوا إلي. في ليلة من ليالي الشتاء دعي هذا المواطن ليفحص حالة مرض خطيرة بطريقة غريبة، إذ ربط الذين استدعوه عينيه وأجبروه إجبارا على الذهاب معهم. وهناك في بيت بعيد عن باريس وجد بنتا فلاحة، شابة صغيرة بين الموت والحياة بسبب انتهاك حرمتها بصورة وحشية. ووجد في الحجرة المجاورة لحجرتها شابا في مقتبل العمر وهو في النزع الأخير، وقد تبين له أنه أخوها، وقد حاول إنقاذها فكان جزاؤه الموت. ولقد أقرت تلك البائسة المسكينة للدكتور مانيت قبل موتها أنها انتزعت انتزاعا من بين أحضان زوجها بصورة همجية وحشية لترضي رغبة بهيمية لأحد النبلاء وشقيقه، وكانت نتيجة العشرة الوحشية لذلك النبيل السافل وشقيقه المجرم الأثيم أن ماتت المسكينة ومات أبوها، وقد تحطم قلبه من العار والفضيحة، ومات أخوها ومات زوجها وهما يحاولان الدفاع عنها. ولم يبق من هذه العائلة البائسة إلا أخت واحدة تحاول أن تثأر لهؤلاء الذين أطاحت بهم وحشية النبلاء. أتعلمون أيها السادة من هي هذه الأخت؟ إنها أنا، إنها تيريز دوفارج، والبنت التي انتهكت حرمتها هي أختي، أختي كوليت البائسة، والذين قتلهم هؤلاء النبلاء وغدروا بهم هم أبي وأخي وزوج أختي. صبرا أيها المواطنون، أتعلمون من ذلك النبيل الذي انتهك الحرمات واعتدى على الأشراف ودنس الأطهار الأخيار؟ أتعلمون من هو؟ من هو؟ هو ذلك المجرم، والد هذا المتهم الماثل أمامكم وراء هذه القضبان. أما السافل الآخر
فهو عمه الماركيز دو سانت إفريمون. أين اللعنة؟ خذوه إلى المحصلة. المحصلة عجل. هدوءا هدوءا. وماذا تقدمين من دليل لتثبت صحة أقوالك أيتها المواطنة الصالحة؟ أجل يا سيدي، هذا هو الدليل. لقد كان من جراء معرفة هذا الرجل بهذه التفاصيل أن ألقي به في السجن حتى لا يذيعها ولا يعلم الناس مخازي هؤلاء الأشرار، ولكن هذا الشيخ قد احتال وهو في السجن وكتب القصة على الورقة التي بين يديك يا سيدي، ولقد وجدها زوجي مسيو دي فارش في حجرته بعد أن سقطت جدران ذلك السجن البغيض بمدافع الشعب ولعناته. وها نحن الآن يا سيدي بين يديك، أنا تريز دوبوا أخت كوليت دوبوا التي دنسها النبلاء وقتلوها إثما وعدوانا، أطالب بثأرها. فباسم الجمهورية التي كرهها هذا الجنس القذر، وباسم الحرية التي كانت تئن في عهد هؤلاء الأوغاد، وباسم العدالة التي دنست بأقدام هؤلاء الفجرة، وباسم الحق الذي لم ترتفع له قامة ولم يصلب له عود في عهد هؤلاء الطغاة، وباسم أخي وأختي وأبي وأمي وأهلي جميعا، وباسم هذا الرجل الذي أذقوه مر العذاب وصيروه شيخا في سن الشباب، باسم هؤلاء جميعا أطالب برأس هذا الرجل. أيها المواطن منت، هل توافق على أقوال هذه الشاهدة؟ أيها المواطن الرئيس، لقد قاسيت من أجلكم وتحملت كل هذا من أجل الشعب، فهل لي أن أرجو أن تتركوه من أجلي ومن أجل ابنتي ومن أجل ابنتها البريئة؟ يغير في الأمر أو يبدل فيه إن كان السجين زوج ابنتك أو لم يكن كذلك؟ تذكر أيها المواطن منت أن بروتاس أدان أبناءه في سبيل الجمهورية الرومانية، والجمهورية الفرنسية تطلب إليك أيها المواطن العظيم منت أن تقدم ابنتك وطفلتها على مذبح الوطنية، فهل أنت فاعل؟ أينا أشد أثرا في الجماهير؟ أنقذه الآن يا سيدي إن استطعت. هل أنتم مستعدون لإصدار الحكم؟ نعم، إلى السجن وبعد 3 ساعات إلى المقصرة. هل أنتم موافقون؟ نعم موافقون. يعاد إفريموند إلى السجن ويقاد بعد 3 ساعات إلى المقصرة. انتهت المحاكمة. أنا قاتله. أريد أن أضمه أيها المواطنون، كونوا رحماء بنا. لوسي، يا إلهي، اللهم رحمتك، لقد قتلتها هي الأخرى. كلا يا عمي، لا تخف، إنها بخير، لقد أغمي عليها فقط. لوسي أفيقي يا حبيبتي، فلن يموت زوجك ما دام حبك في قلبي. وفي المنظر 5 والأخير من الفصل 2، والذي يمثل نهاية المسرحية، تنتقل الأحداث إلى داخل السجن، ثم تلوح المقصلة في النهاية من بعيد. لم يعد هناك شق واحد لمخلوق، لقد امتلأت كل السجون بهؤلاء الأمراء والنبلاء وأديارهم. ضيف جديد، مرحبا بالضيوف الراحلين. هل سأحبس هنا وحدي؟ أو تريد أن نضع معك كروانا يسليك؟ ومع كل فلن تظل هنا طويلا، 3 ساعات فقط. أجل،
ثلاث ساعات وبعدها وبعدها؟ وبعدها تستقبل حياة أهنأ يا صديقي، لا تغضب. صدقت، ولكني ما كنت أنتظر أن يكون ربيع حياتي قصيرا إلى هذا الحد، ولكن هذه مشيئة الله. هل لي أن أسألك رجاء؟ إذا كان في مقدوري. أريد قلما وحبرا وورقا لأكتب لزوجتي كلمة قبل أن أودع هذه الحياة. حسبتك يا صديقي تطلب طعاما. هو يطلب الطعام من كان حد السيف فوق عنقه. هذه 20 فرنكا، وأرجو أن تعجل بإحضار ما طلبت، فإن الوقت يمر سريعا. لوسي يا عزيزتي، وأنت يا سيدتي، من ذا الذي سيهتم بأمركما من بعدي؟ سأموت ولا أراك يا صغيرتي، فتاة جميلة كأمك. سأموت ولا أفرح بيوم زفافك. سأموت ولا أشاركك يا عزيزتي لوسي متاعب هذه الحياة وأثقالها. ولكن الله لكما، الله يرعاكما. هذا ما تريد يا سيدي، ولو أن هذا مخالف للقوانين. شكرا لك يا صديقي. لقد أصبحت وحيدا هنا. ما هو الموت؟ وهل هو رهيب حقا؟ ولماذا أرهبه إلى هذا الحد؟ هل هي الوحدة التي تصور لي هذه الرهبة؟ أم هو حقا مخيف؟ لعل الذكريات هي التي تجعل منه شبحا مخيفا. أجل، ذكريات من أحبهم، ذكريات زوجي وابنتي وهذا العجوز الذي تركته يئن من تأنيب الضمير. أجل، هذه الذكريات هي التي تجعل الموت مرا مذاق. هما أسرع ما يطلبني الموت، كأنه يعتز بلقائي. أود أن أقول كثيرا ولكني لا أجد شيء. إن يدي تهتز فلا تستطيع الكتابة، وعقلي يختل فلا يستطيع التفكير. إن هذه المقاصر والمشانق وإطارها الفظيع البشع لا تريد أن تبرح خيالي، إنها تعطل إحساسي وتهدم كياني. لم أكن أتصور أن الموت قاسٍ إلى هذا الحد. لا لا أستطيع شيئا، لا أستطيع. اللهم ألهمني الصبر على قضائك، واحرس بعنايتك زوجي وابنتي، ورعاهما بعنايتك، وتعهدهما بلطفك ورحمتك. ها هو ذا كارتون. يا ربي، هل أنا في حلم أم في يقظة؟ لعلك ما كنت تتوقع لقائي دون أهلك جميعا. هل أصبحت سجينا أنت أيضا؟ كلا يا أخي، ولكن لي تأثير على أحد الحراس دفع بي إليك على هذه الصورة. وعلى كل، فلقد أتيت برسالة من زوجتك، لقد أتيت برجاء منها. روحي فداها، وما هو رجاؤها؟ ألا تسألني عن سبب ما آمرك به وأن تعمله دون تردد. أنا طوع أمرك. والآن اخلع معطفك هذا وأعطه لي، وخذ بدله معطفي هذا، ولكن ورباط العنق أيضا. كارتون، ليس هذا هروبا، فإن هذا ضرب من المحال. ومن قال لك هذا؟ هل سألتك الهروب؟ وإذا سألتك ذلك فلا تهرب وارفض طلبي، إني أصرح لك بذلك. والآن خذ القلم واكتب ما أمليه بسرعة. إذا كنت تذكرين اليوم ذلك الوعد الذي وعدتك إياه منذ 10 سنوات وأنت في باريس، فإنك ستفهمين معنى هذه الرسالة. ما هذا؟ كلا يا أخي لا تنزعج. هل هو سلاح؟ لا 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 تنزعج، اكتب حالا، ليس هناك إلا بضع كلمات، هيا أسرع. إني شاكر للظروف
التي هيأت لي أن أبر بقسمي لك. ما هذا البخار؟ إني أحس بدوار شديد. بخار بخار، أمسك القلم ووقع بسرعة باسمي، أكتب سيدني كارتون. لا أستطيع. دوار. ها قد أغمى عليه، فلأقرب الزجاجة من أنفه مرة أخرى ليستنشق مزيدا من هذا البخار. ها قد أغمى عليه تماما، وها أنا ذا في ملابسه كما لو كنت هو تماما. فلأضع شريط السجين هذا أيضا حول شعري. مرسات، ماذا تريد؟ من يساعدك واحمله إلى العربة التي تنتظر خارجا. أما أنا فلأجلس على هذا المقعد متخذا مكانه. لقد أغمي على هذا الزائر المسكين. إنه يحدث كل يوم، لعله قد حز في نفسه منظر صديقه داخل السجن، خصوصا وليس هناك إلا دقائق على الوداع الأخير. ساعدني في حمله إلى العربة يا صديقي. وداعا يا سانت فريموند، لقد كنت قصير العمر حقا، ولكن هذا ما قسم لك. أعرف ذلك تماما، وعلى كل أشكرك، وأرجو أن تعنى بصديقي الذي بين يديك. اطمئن. وأخيرا فهو الآن في أمان. هل أنت راضية يا لوسي الجميلة؟ هل بررت بوعدي لك؟ هل أسعدتك إذ أعدت إليك زوجك؟ لقد حققت ما كنت تتمنين وما أهنأني به. لم يبقى على الوداع الأخير لهذه الحياة المملوءة بالشقاء إلا ساعة واحدة. من يا ترى سيودعني؟ من ذلك الذي سيذرف الدمع من أجلي؟ من يذكرني؟ يا لها من حياة عجيبة، ويا لها من نهاية أعجب. هل أنت سعيد بهذه النهاية يا كارتون؟ أجل، إن صوت الضمير يقول أجل. إذن فلتسعدي يا معبودتي، والألقى الله وأنت راضية عنه. أيتبعني أيها السجين إفريموند. هكذا سريعا يا سيدي؟ أمامنا 50 غيرك سيزورون المقصلة. هيا، ليس عندنا متسع من الوقت. وأنا 51. يا لسعادة هذه المقصلة. يا سيدي، لم أرى في حياتي سجينا يقابل الموت بهذه الابتسامة. إنك غريب الأطوار يا سيدي، لم تكن كذلك منذ ساعة، فما الذي حدث لك؟ يا صديقي، قليلون الذين يرضون بالتخلي عن أثقال الحياة مثلي. خذني يا سيدي إلى تلك المقصلة، فلعل فيها شفائي وأدرانها. ماذا أرى؟ يا إلهي، إنها المقصلة. أراها. أجل، أراها. إنها المقصلة. أرى برسات وكلاي وديفارج والقاضي. أرى صفوفا من الظلمة القساة، كلهم تقطع رؤوسهم هذه المقصلة. أرى مدينة جميلة قائمة في هذا المكان الرهيب. أرى الشر الذي يرهب العالم يزول بالتدريج. أرى الذين أضحي بحياتي من أجلهم يعيشون سعداء في إنجلترا التي لن أراها بعد اليوم. أرى لوسي حبيبتي وعلى صدرها ولد وقد سمته باسمي. أرى أباها الشيخ وقد تقوس ظهره ولكنه ناعم البال. أرى لوسي امرأة عجوز تبكي علي كلما ذكرتني. أراها ترقد إلى جوار زوجها وليس لأحدهما في قلب الآخر ما لي من مكانة في قلبيهما. أرى الطفل الذي يحمل اسمي
قد كبر، أراه يشق طريقه في الحياة فيخلع على اسمي سناء وسلا، أراه ينجب طفلا ويقص عليه قصتي في نغمة رقيقة. وداعا يا لوسي، وداعا أيتها الحياة، وداعا أيها العالم الذي تعبت من أجله كثيرا ولم يهتم بأمري قليلا، وداعا أيها السعداء الذين أضحي من أجله. إن الذي أفعله الآن خير 1000 مرة من كل ما فعلته من قبل، وإن الراحة المقبلة خير 1000 مرة من الراحة المدبرة. وداعا يا لوسي، وداعا أيتها الحياة. كنتم تستمعون إلى قصة مدينتين. صور الشخصيات: الدكتور مانت حمدي غيس، تشارلز دارني، عمر الحريري، مدام دوفارج، سناء جميل، سيدني كارتون، صلاح سرحان، لوسي مانت، سميحة أيوب، الماركيز دو سانت فريموند، محمد السابع، الشوفاليه نور الدمرداش، مسيو دوفارج، عبد الغني أمر، رئيس المحكمة الثورية عدلي كاسب، كوليت دوبوا، عايدة عبد العزيز، مستر لوري، عبد العزيز أبو الليل، برساد، عبد الله غيس، جاسبار، أحمد عبد الحليم، السجان، أحمد الجزيري، جيري، عبد الرحمن أبو زهرة، بالاشتراك مع عزة العليلي وصلاح قبيل وفرج الخطيب وعبد السلام محمد عبد السلام وعباس نويتو وسامية محمد وفوزية سليم وعبد الغفار أبو العطا وجمال الدين محمود وعبد العظيم بدار وضياء السويفي ومحمد صفوت. ساعد في الإخراج وهبة أبو السعود وإبراهيم أبو المجد. قصة مدينتين أعدها للمسرح عن قصة تشارلز ديكنز التي تحمل نفس الاسم توم تايلور، وترجمها إسماعيل رسلان، وأخرجها نبيل الألفي.